لي هذه الورشة، هذه عشان تكون مرجع لكم في أي وقت أنتم حابين أنكم ترجعون لها. راح يكون في استعراض بداية في أول جزء من المحاضرة عن الخطط التشغيلية. راح نبدأها بالأهم نقطة في الخطط التشغيلية اللي هو الأهداف، كيفية وضع الأهداف. على أساس الأهداف يتم وضع بعدها الخطة وإنشاء الخطة التشغيلية. إذا بداية راح نتكلم عن كيفية وطريقة وضع الأهداف والأهداف بشكل الصحيح. الجزء الثاني من المحاضرة حيكون عن مؤشرات الأداء، وضع مؤشرات الأداء لأهدافكم اللي أنتم اتفقتوا عليها. بداية راح نكون إن شاء الله مع دكتور عبد الفتاح، راح يناقش معاكم الأهداف وكيفية وضع الأهداف الصحيحة. راح نستعرض معاكم الأهداف اللي أنتم وضعتوها كمجموعة، اللي هي منطقة الباحر، قنفذة، مكة، جازان، الحدود، الأحساء، حايل. هذه الأهداف اللي تم وضعها من قبلكم كأهداف أساسية لبرنامج الأوتبريك، والأهداف الفرعية اللي تم وضعها منكم اللي هي أهداف الفرعية لبرنامج الأوتبريك اللي وضعتوها على أساس الهدف الأساسي. بعد كذا راح نناقش مؤشرات الأداء، أيضا مؤشرات الأداء التي تم وضعها من قبلكم. بعد نهاية كل جزء، الجزء اللي هو خطة الأهداف الأساسية والفرعية، إذا كان عندكم أي أسئلة ممكن تطرحونها. بعد كذا ننتقل للجزء الثاني مؤشرات، وفي نهايتها إذا كان عندكم أي أسئلة ممكن تطرحونها. الورشة هذه التفاعلية، يعني راح تلقونا مع كل هدف راح نناقش منطقة معينة عن رأيهم في هذا الهدف وكيفية وضعه بالشكل الصحيح. تفضل دكتور عبد الفتاح. السلام عليكم جميعا، أستاذ بندر، أستاذ عبد الله، دكتور سلمان، أستاذ ريم، أستاذ علياء، أستاذ هدية، مرحب بكم اليوم معنا في ورشة العمل هذه. حقيقة هي مواصلة للمحاضرة كيفية وضع الخطة التشغيلية. زي ما تفضلت أختنا دكتورة فايزة إنه أهم شيء في الخطة التشغيلية هي الأهداف، وستجدون دائما انه اهم شيء في كل عمل هو الهدف من تنفيذ ذلك العمل. لتسهيل النقاش بتاعنا في ثلاثه نقاط لابد انا اركز عليها الان عشان الهدف يكون صحيح. النقطه الاولى انه هدف الخطه التشغيليه دائما ياتي من الهدف الاستراتيجي، يعني دائما بيكون في استراتيجيه نقسمها إلى خطط تشغيلية. الاستراتيجية ممكن تكون 5 سنوات، الخطة التشغيلية بتكون سنة، الهدف الاستراتيجي بيكون ل5 سنوات، أما هدف الخطة التشغيلية بيكون لسنة. دي المعلومة الأولى كنا نركز عليها كثير. الهدف الاستراتيجي يختلف بعض الاختلافات عن الهدف التشغيلي، لأنه ده هدف طويل المدى وده هدف قصير المدى. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك اختلاف كبير جدا بين الهدف والنشاط، الهدف الاوبجكتيف والنشاط الاكتيفيتي. ومن المسمى الهدف هو شيء نهدف اليه، شيء نتحرك نحو من نقطه ثابته الى نقطه اعلى او نقطه ابعد، ده يسمى هدف. اما النشاط هو شيء نعمله في زمن محدد. الفرق ده هو دائما اللي بيخلي اغلب الناس يكتبوا النشاط كهدف ويكتبوا الهدف كنشاط. أول ما يمتلك الإنسان المقدرة على التفريق بين أن هذا هدف ونشاط بتكون طريقة وضعه للأهداف أسهل وجيدة. طيب عشان أنا أفرز بين هذا أو أفرق بين هذا هدف وهذا نشاط، كله عنده مواصفات. مواصفات النشاط هي التالي، إنه النشاط بياخد حيز محدد من الزمن، يعني يوم بالكثير أسبوع، يعني مثلا ما بتكون في ورشة عمل سنة تبدأ من 1/31/12 يستحيل. مثلا اجتماع، يستحيل الاجتماع يكون أكثر من يعني نصف سنة. إذن الهدف هو أطول في المدة الزمنية من النشاط. النشاط الثاني يعمل بأشخاص، يعني ما مفهوم حاجة عملية شخصية، يعني من اللي حيعملوا إدارة، أفراد، أشخاص، لازم يكون في شكل بتاع أشخاص موجودين في تنفيذ هذا النشاط. النشاط لامتية تعالي برضو بيكون معروف ومألوف لكل الناس،
يعني انا لو قلت دائره قيم اجتماع شيء مؤلف لازم تقيم اجتماع يعني، فلا كده تقدر تفرق بين النشاط. الهدف عنده مواصفات، وعنده مواصفات خمسه ما تنفك عن بعض، لازم الخمسه مواصفات تكون في الهدف. اول ما ركزت على الخمسه مواصفات بعرف تماما انه ده هدف ليس نشاط. ولو جيت تخضع الخمسه مواصفات على النشاط ما تجي معك، ما تقدر تجيبها. عليه دائما ركز ان الهدف تكون فيه الخمسه مواصفات دي عشان تتجنب الخطا، تتجنب انك الهدف يكون نشاط. اما العكس فما في مشكله، يعني انا لو قاصد اعمل هدف صحيح ووضحت الهدف صحيح مشكله ما في هنا، لكن لو انا قاصد اعمل هدف صحيح وكان هو نشاط دي المشكله. دي المشكله بيبقى انه انت ما عندك هدف صراحه، يعني حيكون الكلام المأخوذ على خطتك انه هذا ليست لديها اهداف، فعليه ليست هي خطه. اما النشاط انا كاتب انشطه لكن داخل الانشطه اتضح انه ده هدف، ما في مشكله هنا. النشاط لو بقى شكله شكل هدف ما قضيه كويس، ما قضيه كبيره. هو نادرا جدا النشاط يبقى شكله شكل هدف لانه لازم يحتاج يلبس خمسه صفات، فصعب النشاط ياخذ الخمس صفات دي كويس، صعب جدا ياخذ الخمس صفات. فعليه دائما النشاط لا يمكن ان يكون هدف، فيري نادر. وحتى لو اصبح هدفا النشاط ليست هنالك اشكاليه، لكن الهدف يصبح نشاط هذه هي الاشكاليه. والكلام ده بقوله انا عن ليس للجروب الموجود حاليا، الكلام ده عام يعني. حتى انا السوداني بالمناسبه، حتى في السودان كنت بلاحظ خلط بين الاهداف والانشطه وبيصعب عليهم عمليه الهدف. ركزوا دائما في الخطط التي تقرؤونها، هل هذا هدف ولا هذا نشاط؟ طيب المواصفات الخمسه للهدف، المواصفات الخمسه للهدف كل احد عارفها انها سمارت. الان اس للسبيسيفيك محدد، يعني لازم تحدد بوضوح لانه انت في راسك صح محدد لكن لي انا غير محدد. يعني مثلا أستاذ بندر مثلا كتب هدف قال والله داير يحسن مكافحة العدوى في مستشفيات البحر. أنا ما أعرف مستشفيات البحر كم، هل قاصد كل مستشفيات البحر الجديدة والقديمة الصغيرة والكبيرة؟ طيب كم عددها؟ فأحسن يقول لي والله في مستشفيات البحر العشرة مثلا، الإحدى عشر، التسعة، كده الهدف بيجي ماله؟ محدد. قال عايز ادرب الهيلث كير وركر اون هات هايجين كلهم ولا الاطباء فقط ولا الممرضين ولا كلهم اللي في العنايه المركزه ولا ناس الاي ار؟ عشان كده الهدف التحديد ده اهم صفه. ليه؟ لانك اول ما حددت الهدف بتمشي للنقطه اللي بعدها. هو العمليه دي مسلسله السمارت ده يا جماعه، هي ما جات بس عشان كلمه سمارت حلوه، ما جمعوها كده، لا، بعد احدد الهدف ده ودي العمليه الاساسيه بتقول انه ده هدف ولا ما هدف. طيب بعد مباشره ميجرابل الام الثانيه، لازم يكون في رقم في الهدف ده. اذا ما في رقم ده بيبقى فاقد الاهليه انه يعني يكون هدف. الرقم ليه؟ لانه الميجر ده جايزه الهدف، لازم انا اجيزه. والقياس بتاع الهدف بيكون بنهايه الخطه اللي هي مثلا سنه او ستة شهور او سنتين حتى، فبكون بنهايه الخطه بجي بقيس الهدف. لازم يكون في رقم، لانك لما تجي تقيس القياسات في الدنيا نوعين، في قياس بيسموه قياس نوعي كويس، عملتها ولا ما عملتها، يس اور نو، دي داتا ما بتحتاج تحليل، فالهدف ممكن يكون يس اور نو. لكن الأهداف القوية المحكمة اللي فيها أرقام، عايز أعمل 50 عملت كم عشان درجة أقيس الهدف، عملت أقل من 50 أو أكثر، فلازم يكون في رقم نمسكه على أساس إنه نقيس. ليه؟ زي ما بقول دائما المثل اللي بيكرره كل الناس ومثل معتاد ومشهور، If you cannot measure it you cannot achieve it، دي قاعدة ثابتة وقاعدة حقيقية. إذا ما تقدر تقيس شيء محدد صعب جدا انك تقدر شنو تحدد. بعد ما بقى محدد ويمكن قياسه، اجل واقعيه الهدف، هل ده هدف واقعي كويس؟ يعني مثلا لو انا كتبت هدف قلت والله تدريب الهيلث كير وركر في المريخ، هل المريخ فيه هيلث كير وركر؟ كويس، يعني وحدريهم كيف؟
هتطلع كيف يعني المريخ تدربه مثلا، ولا هتستدعيه، ولا هيكون زوم ميتنج مع الكائنات الفضائيه؟ صدقوني والله انا قاعد اجيب هدايا بالشكل زي ده. في واحد بيجي بيكون فكرته كده، عنده فكره كويس وما قدر يصيغها لنا بالطريقه اللي هو، لا يكون قاصد اي شيء اخر يعني. بالمناسبه التواصل مع المريخ والاقمار هناك موجود يعني عالميا، والناس شغاله وبيتدربوا مع بعض وبيتبادلوا المعلومات، والمجال ده خصب جدا لو مشيت يعني استليت وقريت فيه يعني، وناس متابعه بشده وبنسقوا خطط استراتيجيه بين الكائنات الفضائيه الموجود في الارض. الكلام غادي يسبح عليك سعيد عشان ما اطلعك من الموضوع، ممكن يكون في هدف زي ده يكون صحيح وواقع ويمكن تطبيقه، بس نحن اللي ما مستوعبينه. لكن نحن هنا في الانفكشن كنترول نشوف الاهداف هل يمكن تحقيقها واقعيه ولا اهداف. بعد ما عملنا النظره لازم يكون في زمن للهدف ده اللي هو سنه بنهايه العام، خلال العام بعدين بصراحه عشان نكون اشد دقه، خلال العام تختلف عن بنهايه العام، نكون يعني غير دقيقين في اللغه العربيه. لو قلت خلال العام الهدف ده انا اخذته خلال 2022 يعني ممكن في شهر 10 شهر 9 شهر 1 لكن ما بعد 2022. لو قلت بنهايه العام معناه تعالوا يا اللي بتبصوا الاهداف بعد نهايه العام، لكن من خلال العام بيضعف الهدف شويه. بيضعف الهدف ليه؟ لانه مثلا اقول لك حاجه اقيس لك 200 خلال العام، شهر 6 شهر 10 خلال العام ده معناه خلال 2022، لكن افضل تقول بنهايه عام 2022 يعني يوم 31/12 بعد حتى تزنع عن الهدف ده يوم 1/1 السنه اللي بعدها بنهايه العام ده. لو كانت الخطه شنو؟ تشغيليه، وتكتب العام نهايه العام 2022 وتكون واضح 2022 ميلادي ولا 2022 هجري كويس؟ نحن الان في 1443، لو كتبت 2022 وكتبت معاه هجري معناها حننتظر كثير يعني حننتظر 60 سنه هجريه على اساس انه الهدف ده يعني يحقق. ده صفات الهدف، اسمه محدد يمكن قياسه يمكن تحقيقه واقع لزوم. انا شرحت الشرح الطويل والمطول ده عشان يساعدنا في الاكسرسايز. ف لما يجي احد حننتقد اهدافنا دي كلها يا جماعه من اجل التحسين ليس للاشخاص، انتقاد الاهداف ده عشان نحسن نفسنا ونكتب اهدافنا ونتعلم، لانه هي عمليه بتاعت ميراث يعني. لا اللي يجي يتكلم معي في الهدف يقول طوالي يبدا لي بالسبيسيفيك ده عليك الله، يبدا لي بالاسمار عشان انا افهم الصوره، يقول لي الاس سبيسيفيك محدد، هذا الهدف غير محدد، ميجرابل لا يمكن قياسه. نمشي بالترتيب ده، اي زول يبدا بالترتيب عشان اول حاجه يقول سبيسيفيك، لا نوت سبيسيفيك، ميجرابل ميجرابل ونوت ميجرابل، ويوضح ليه سبيسيفيك وليه ميجرابل لحد ما يصل التي اللي هي خمسه مواصفات عشان نعرف مواصفات الهدف. وقبل ما يبدا في المواصفات يقول لك ده هدف ولا نشاط؟ عشان لو نشاط ما نضيع زماننا فيه، ولو كده لو هدف نصلحه. اتفقنا؟ شكله اتفقنا. طيب نبدا مع علياء الاحساء. علياء ايوه علياء السلام عليكم. ايوه معك. ايوه علياء تفضلي. علياء الان ايوه الان الهدف الاول المكتوب عندنا امامنا خفض معدلات الاصابه بالامراض المعديه. طيب فانا احتاج منك تنتقدي الهدف هذا، تقولين لي هل هو هدف او لا بدايه، ثانيا تقولين لي ايش الاشياء اللي ناقصه فيه او الاشياء اللي انت ترين انها ما خلتها يكون هدف صحيح، وبعد ذلك تعطيني هدف انت يعني تريناه برؤيتك انت. تفضلي علياء. الهدف ناقص، لابد ان يكون محدد، يعني خفض معدلات الاصابه بالامراض المعديه. وين بالضبط؟ هل بالعنايه المركزه؟ هل في اقسام الجراحه؟ هل في العمليات مثلا؟ لازم يكون قياسي، يعني ينقاس بمؤشر معين. يا بديتي بدايه حلوه ورائعه والله عجبتني. فعلا الهدف غير محدد لانه ما معروف الهدف ده مكانه وين، لكن لسه برضه غير محدد. لو قال لك اعتبريني انا صاحب الهدف كويس، خلاص خفض معدل الاصابه بالامراض المعديه في العنايات الحرجه للكبار رجال. ايوه بقى محدد. انا حددت لم اي حددت في اي اريا انا حابه اقلل معدل الاصابه بالامراض المعديه.
حددت لك، انا قلت لك في العنايه المركزه للكبار رجال، هل كده انت مكتفيه؟ هل محدد بقى خلاص تحدد الهدف ولا لسه ناقص بعض الاشياء في التحديد عشان نحدده؟ اي لا انا ايوه ممكن يكون أيوة في العنايه المركزه لكبار السن، احددهم بعمر معين. هذا خلاص ده جزء، لو كتبناها هل تعتقدين ان الهدف اكتمل يعني تحديده ولا في شيء لسه ناقص ممكن نحدده اكثر؟ يعني بسالك، الامراض المعديه تحتاج تحديد ولا كل الامراض المعديه المقاصده الرجال هذا؟ لا لازم احددها، مثلا لابد من تحديد نوع المرض ايوه الموجود المركزه، لابد من تحديده. مثلا مثلا زي شنو؟ مثل سلين ريزيستنس كوكس اوريوس في العنايه يا المركزه سلام لكبار السن، حددتها. اي كلابسي يا كاوتي يا ام داروز، المهم يكون في، لانه الامراض المعديه عددها اكثر من 1000 مرض معدي. بالضبط. كويس؟ فمثلا الكومون كولد، كومون كولد ده مرض اللي هي النزله العاديه، هل داير انت حتشتغل عليها ولا حتشتغل على الانفلونزا ولا حتشتغل على الكوفيد ولا على الكورونا ولا على الكاوتي ولا على ياتا؟ فدي الهدف ده ما يبقى محدد، عرفنا حتشتغل في العيال المركزه وللكبار، لكن ياتوا امراض معديه. كده كده الهدف لو حددنا، قال عشان نمشي معاك حددنا الهدف خفض معدلات الاصابه بالكلابسي اللي هي سنترال لاين شوز وكتبها بالعربي القسطره الوريديه المركزيه في العنايات المركزه رجال كبار. ده كده تم التحديد، ممتاز. انتهينا من الاس، تاني بعده. يلا يا عليا واصلي، تمام يا عليا، ممتازه والله. لابد من قياسها، لازم تكون عندنا ريت محدد نقيس على اساسه. يعني لو كانت عندي مثلا الكلابسي مرتفعه في العنايه المركزه مثلا 2، احددها ان انا حابه ان انا اقللها 1.2، يعني احدد النسبه اللي انا احتاج ان انا اقلل فيها معدل الاصابه بالعدوى. يا سلام عليك، عشان يكون في قياس دارين رقم، انت قلت الرقم ورقم جميل، انه خفض معدل الاصابه بالكلاب سي في العنايات المركزه رجال كبار من 2 كيسز بير 1000 سنترال لاين دايز من 2 الى 1، نقول كده الموضوع بالنسبه لنا رائع جدا، من 2 الى 1، ممتاز. رقم ممكن نمسكه اخر السنه نجي نشوف عملنا 2 نزلنا كم من 2 ولا ما توفقنا، ولا توفقنا نزلنا الى 1 وحققنا الهدف بتاعنا. بالضبط. الهدف لابد يكون واقعي، لابد يكون القدرة على تطبيقه. هل ممكن أنا أقلل هذه النسبة أو لا؟ طيب كيف راح أقللها؟ هل أحتاج إلى تدريب، عمل تريننج للكوادر في العناية المركزة؟ الباندلز الخاص بالسنترال لاين. حلو علي، أنا حقاطعك هنا لأنه أنا ما أقدر أجري للأنشطة الآن، لكن السؤال، هل الهدف ده achievable or not achievable؟ وريني انت كده اللي كتبناه، معدل خفض معدلات الاصابه بالكلابسي من 2 الى 1 في العنايات المركزه للكبار رجال. انت قلت لي الهدف ده specific وميجرابل، هل achievable ولا ما achievable؟ لا achievable. قلت achievable. يلا انا هقول لك ما achievable. ليش؟ يا إيه؟ ممكن نقللها. ايوه لازم احددها في فتره محدده، يعني مثلا إيه؟ انا حابه اقللها خلال سنه او نهايه هذا العام. حلو يا عليا، انا قلت لك ما اجيب اقول، قلت لي ليش؟ سؤالك منطقي جدا. ليه انا قصدت مخصوص انه يا جماعه الخطوات دي مهمه جدا، لازم سبيسيفيك اول بعد ذاك ميجرابل عشان يبقى اجيبابل ورياليستيك. فهماني كويس؟ نحن نسينا حاجه في اللي ذكرتني لها دكتوره فايزه، عشان كده لما جيت انظر للهدف ده تطبيقه، يا تو عنايات مركزه تحت المملكه كلها؟ لا اهي يا تا مقصوده يا تو عنايات مركزه ها ولا عنايه واحده؟ عناية مركزة واحدة في إحدى المستشفيات اللي زايد عندها الانفكشن كلابسي في السنترال لاين، نسميها مستشفى اكس، صح؟
طيب لما نحل الهدف ده كده، لو قلنا نحن كنا وقفنا خفض معدل الاصابه بالكلابس من 2 إلى 1 في العنايات المركزه للرجال كبار، الهدف ده معناها اي عنايه مركزه للرجال كبار في المملكه، مش في المملكه، في العالم، في العالم ده احنا قلنا من 2 إلى 1، فيبقى الهدف ده غير واقعي. انا ما بعرف، انا لو لقيت الورقه دي مكتوبه كده انا ما اعرف عليها في الحسا ولا عليها في الرياض ولا عليها السعوديه ولا عليها ممكن في امريكا، انا ما اعرف. فانا عشان الهدف يكون محدد دي النقطه الرئيسيه عشان اقدر احققه. فطوال نسيناها المهمه، انه خفض معدل الاصابه الكلابسي من 2 إلى 1 في العنايه المركزه كبار رجال في مستشفى اكس. اذا اقول لك يمكن تحقيقه، صح؟ صح. يا سلام عليك. طيب وقت خليتيه على العنايات المركزه، هل يمكن تحقيقه؟ ايوه ممكن تحقيقه. لا، اذا ما اضفنا المستشفى، اذا ما قلنا مستشفى لا اكس، اذا ما اضفنا المستشفى بيكون عائم. صح، بيكون عائم. صعب علينا تحقيقه. الفرق هنا انه بس كتابه، انت فاهمه انه قصده اي مستشفى، انت في الهدف واضح لك جدا، كنت بتتكلمي عن مستشفى، لكن عبد الفتاح ما واضح له. يعني عبد الفتاح افتكر كل العنايات المركزه، فكر في راسه من راسه قال كذا، عشان ما تدي فرصه لاحد يفكر اي تفكير اخر، لازم التحديد يكون ماله قوي. حتى انت قلتي في احدى المستشفيات الاصابه فيها عاليه، ما ينفع في الهدف، لازم تقول المستشفى كده كويس. يعني انا ما اعرف احدى المستشفيات يا ترى الاصابه فيها عاليه في الحسن، انا ما اعرف الداتا مثلا كويس. فبقول والله في مستشفى الملك فهد بالاحساء، خلاص انا ما في اعلى من هذا، دي اللي انا شغال فيها عشان اجي انا اقيس في المكان ده. تحديد الهدف يا جماعه هو الخطوه الاساسيه اللي بتسهل لك الباقي. وعملنا ميجرب قلنا 2 لـ1، دي الخطوه الثانيه المهمه، الخطوتين دي بيوريك انه الهدف ده بيتحقق ولا ما بيتحقق. فضل اخر خطوه مهمه جدا، هل الهدف ده بيتحقق؟ خفض معدلات الاصابه في العنايه المركزه كبار في مستشفى اكس من 2 إلى 1، ما نسيب الهدف ده. يلا عليها ماشيه كويس، يفضل المواصفات الاخيره. قلنا سبيسيفيك محدد، ميجربل يمكن قياسه، واتيفبل يمكن تحقيقه، ورياليستيك وواقعي، الاربعه ديل عبروا من الهدف. فضل له شنو؟ المواصفه الاخيره شنو؟ طيب هل هذا الهدف ممكن تطبيقه في المنشات الصحيه؟ ايوه ممكن تطبيقه في مستشفى الملك فهد، بمتابعة بالتريننج، بتطبيق الباندل، الأنشطة خليها لابد أن يكون محدد بزمن محدد. أيوة زمن محدد، ممتاز ممتاز. طيب حنقول شنو؟ لابد من تحديد مثلا خلال عام أو هذا العام أنا أحقق بالضبط كيف أنا أحققها. ما سامعك يا عليا. الو عليا انا ما سامعك. الو ايوه قولي الهدف خلاص. ايوه الو اتفضلي قولي الهدف. لازم يكون محدد بزمن محدد. يا سلام عليك، يلا قولي لي الهدف. معدلات الاصابه بالكلابسي، يلا خفض معدلات الاصابه بالكلابسي من 2 إلى 1 في العنايه المركزه كبار رجال في مستشفى الملك فهد في نهايه هذا العام مثلا 2022. يا سلام ميلادي، يا سلام يا سلام عليك، يا سلام عليك علياء. شكرا لك علياء، الله يعطيك العافيه، ممتاز واضحه. اعتقد ان شاء الله الجميع بهذه الطريقه، وراح نمشي على نفس المنوال هذا. فننتقل للهدف الثاني مع الحدود الشماليه. ريم يعطيكم العافيه، شكرا. تسلمين، تفضلي ريم. هلا وسهلا، هلا بك. يلا الآن الهدف الثاني، تقليل التفشيات الوبائية. بس تعطينا انتقاد عليه، اللي هو هل هو هدف أولا أو لا، وبعد كذا تبينين وين الأخطاء، وين الأشياء الناقصة، وين الإضافات اللي أنت تبغين تضيفيها. تفضلي ريم. تقليل عدد التفشيات الوبائية هو هدف مو واضح يعني. تمام. هدف عام يعني شامل، مش محدد. طيب ورينا المواصفات، ورينا ناقص المواصفات وين وين. طيب. وهدف ناقص مواصفات، لا تمسك ابدي سمارت.
يلا انتقدي وريني الناقص ايش وايش وصلحي، انتقدي وصلحي. تمام، تحديد الهدف انا احدده مثلا تقليل عدد التفشيات الوبائيه. اذا انا عندي مثلا منشاه معينه فيها خلال 2021 عدد ابلاغات، او اذا كان التفشيات في مستشفيات المنطقه عامه، انا احدد المكان اللي انا عندي تفشيات فيه وحابه اقلل هذا العدد. فمثلا تقليل عدد التفشيات الوبائيه. يلا ورينا كيف. ممتاز، يعني انت قصدك اول شيء ريم انه احنا نسوي الريسك اسسمنت، يعني الان بدايه قبل ما نضع الهدف اني انا بشوف مستشفيات المنطقه واشوف المستشفيات اللي فيها نسبه عاليه اللي من فيها ابلاغات في العام الماضي، يعني بناء على تقرير الان المستشفيات هذه حددتها على اساس على وضع اهداف وعمل خطه لها. اذا انا الان فاعمل ريسك اسسمنت واعمل تحليل، بعد كذا ابدا بوضع الاهداف ومن ثم الخطه. طيب اوكي، الان انت لما حللتي لقيتي ان مستشفى A وB وسي عندك في منطقه الحدود الشماليه عندها نسبه العدوى مثلا مرتفعه، تمام؟ فايش الهدف اللي تضعينه؟ تقليل عدد احنا المفروض نبدا يعني بالسيرفيلنس بعدين. يعني انا صراحه إن التبس علي الموضوع، هل الهدف زيرو اوت بريك ولا احنا ريدكشن بالضبط؟ للامانه يعني حتى انا لما شفت الاسئله زيرو اوت بريك صعبه شوي، لكن برضو هو الهدف اللي نسمه له. فما ادري يعني هل الهدف مفروض نقول زيرو ولا ريدكشن يعني كبدايه، وللامانه انا ما عرفت يعني احدد بالضبط. احنا عندنا مستشفيات مثلا حصل فيه 3 ابلاغات عن التشفيات، فهل انا اشتغل على هذا الموضوع خفض ولا زيرو؟ ايش تقليل فوق زيرو؟ قال تقليل يعني خفض يعني ما كتب زيرو. فوريني بالمواصفات، ما هي مواصفات الهدف؟ نحن قلنا سمارت، هل الهدف ده محدد؟ قلت غير محدد، عشان نخليه طيب. محدد نقول شنو؟ طيب تقليل التفشيات الوبائيه في احدد انا ايش الـ ايش الـ ايش نوع الاوت بريك اللي بيحصل عندي غالبا مثلا. احنا البيانات ايش التفشي اللي يتكرر عندي؟ عندهم البكتيريا المقاومه للمضادات كثيره عندها. دكتور معلش صوت يبقى تغليش. ما عفوا معلش ما عنده. ايوه اعيد لك معلش، ما في مقاومة للمضادات الحيوية عندها روس. خفضت مثلا تقليل التفشيات الوبائية المرتبطة ب اللي هي الامدارو، في مستشفى معين، في مستشفى كذا، في وحدة العناية المركزة واسم الوحدة نفسها اذا كان مثلا ميديكال سيرفيس اي سي يو في مستشفى اكس. يا سلام. تمام اللي يكون عندي الريت اللي انا اشتغل عليه يعني، او العدد. طيب. اللي انا مثلا زي ما قلت ايوه يعني تعمل لهم مجرى. انا مفروض معلش صوتك دكتور، حددت المستشفى، حددت الوحده اللي انا اشتغل عليها، بعدين الريت يعني انا عندي المفروض كم حصل عندي ابلاغ، كم حصل تفشي في هذه المنشاه. فاذا قلنا مثلا نسبته كانت 40% من مجمل التفشيات. مجمل التفشيات خليني مثلا اقول من 40 الى 20% مثلا. تمام، كلام جميل. عشان يكون هدف ثاني يكون مجرى. اتكلم بالمواصفات يا اخوتنا استاذ دريم. الاول أيوة. سبيسيفيك والثاني مجرى. الان انت بتعمله مجرى من 20 من 40% ل 20% من 40%. انت تقولي خفض نسبه الاصابه بالام دا اروز من 40% الى 20% العنايه المركزه رجال في مستشفى قلتي الف. ايوه في مستشفى كده. ايوه تمام. بعدين طيب. يجي احدد الهدف ده يمكن تحقيقه. ايوه يمكن الهدف ده يمكن تحقيقه. يمكن تحقيقه. ايوه يمكن تحقيقه صح. واقعي كمان صح. معلش دكتور والله صوتك يروح معايا. الهدف يمكن معلش تحقيقه. معلش معلش
سماعتك في مشكلة في سماعتك. ما مشكلة. أفضل شنو طيب؟ ناقص شنو؟ يبقى عندي هذا بيجي شكله جميل. يبقى تايملي الوقت اللي يحددوا مثلا بنهاية العام 2022. نهاية العام 2022. يا سلام عليك يا ريم. كده الهدف بيجي شكله جميل. بدل تقليل تفشيات وبائية حددنا التفشيات، قلنا عند روز حددنا المكان في العناية المركزة في المستشفى ألف، ولو كمان المستشفى ألف دي الاسم ده موجود في أكثر من منطقة، بقول المستشفى ألف التابع لنجران مثلا، مستشفى الملك خالد بتوجد في نجران وتوجد في حاجة. فإذا أنا قلت مستشفى الملك خالد، واحد حد يفتكر في نجران والثاني حد يفتكر في حاجة، لازم أقوم أحدد مستشفى الملك خالد. حددت المستشفى ما شاء الله، وعملت مجربول، انتقلت من الاسبسيف للمجربول، وقلت كانت نسبة الإصابة 40 وعايز أنقص 40 لصفر. كان كلامك الأول اللي تفضلت كان كلام صحيح، علميا صحيح، صعب جدا من 40 تصل لصفر حالة يعني، مش معقول. قلت الكلام ده ممكن تعمليه خلال العام، منطقي جدا وواقع جدا، خلال العام ممكن ننزل 50%. ممتازة يا ريم، شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية يا ريم. طيب مكرمة دكتور، خليني على رفع كفاءة موظف دكتور سلمان. مكرمة مكرمة، مرحبا. معاكم تفضل. مرحبا دكتور. عفوا حضرتك مناسبة عن معلش الصوت بيقطع. اي دكتور ما في الصوت. دكتور سلمان انت منسق اي برنامج عندكم منطقه؟ انا منسق اي برنامج؟ دكتوره فايزه الصوت ما هو واضح. برنامج عندك في المنطقة؟ أنا منسق أي برنامج؟ هو هذا السؤال؟ أيوة أيوة. أنا منسق برنامج التدريب. أوكي، الآن ممكن تساعدنا بأنك تضع لنا هدف سمارت على برنامج التدريب. عندك برنامج التدريب في المنطقة سنة 2022، نحتاج منك تضع هدف أساسي لهذا البرنامج. تمام. إذا حطيت الهدف بس حدد لنا السمارت، وين جزء سبيسيفيك، وين جزء الميجربل، وين جزء الرياليستيك والاتشيفبل والتايم. طيب تمام تمام. طيب اذا احنا بنحدد الهدف زي ما تفضلتوا بالطريقه الصحيحه بالسمارت في مجال التدريب، لازم نحدد الفئه المستهدفه، هذا واحد. ثانيا حنحدد المنشآت المستهدفه، هذه اثنين. ثالث شيء نحدد ايش الموضوع المستهدف. اتوقع هذه الثلاثة لازم نحددها في التحديد سبيسيفيك. الميجربل ممكن نحدد يعني احنا ايش نبى، يعني ايش نبى نسوي بعدين من التدريب هذا، ايش الهدف او ايش الغاية اللي نبى نقيسها، او مدى تحقيق اللي مدى تحققت بعد تطبيق الهدف ده. الأشيبابل يعني هل يكون التدريب هذا ممكن إنه يصير أو ما يصير، يعني هل مثلاً أنا أقدر مثلاً أقول تدريب إنه أجيب محدثين من أمريكا مثلاً، يعني هل هذا شيء ممكن أو له ممكن يكون حضوري أو غير حضوري. الأشيبابل اللي هو التايم، لازم أحدد وقت محدد للبرنامج التدريبي ده. طيب يا كلامك رائع وجميل والله. كده ادينا هدف، وخذ لك دقيقه كده اكتب لنا هدف نرجع لك. احسن الدكتور فايز ردي الدكتور سلمان ياخذ دقيقه يكتب له هدف كده على الورقه ويجي يورينا ليه في تطبيقه. نشوف المحدث اخر لحد ما نرجع للدكتور سلمان. طيب تمام ابشر. طيب اذا دكتور سلمان نحتاج منك الان، بنرجع لك في الاخير عشان تعطينا
هدف كامل لبرنامج التدريب ونناقشه معك. طيب ننتقل لمنطقة الباحة بندر. بس دقيقة احنا بنعدل لكم بس الصوت، بس اعطونا دقايق ونضبطها لكم. الصوت واضح الآن؟ طيب اوكي نكمل مع بندر الباحة. اهلا وسهلا. هلا بك بندر. هلا. طيب بندر نفس الشيء، انت منسق لاي برنامج؟ بس لحد ما نطلع بس لكم الاهداف الان. طيب انا منسق لعدة برامج وبرنامج. اي برنامج من عندك؟ ماسك برنامج الأسنان، برنامج التعقيم المركزي، برنامج التدريب المستمر، برنامج السيلف أسسمنت. ما شاء الله تبارك الله. طيب أوكي نمسك برنامج التعقيم المركزي. الآن برنامج التعقيم المركزي الآن بتضع خطة بداية في بداية السنة. بداية السنة قبل ما تضع الخطة لازم تضع الهدف الأساسي، صحيح؟ أي نعم. صحيح. بعد الهدف الأساسي طبعاً راح تضع الأهداف الفرعية. إذا هدفك الأساسي لبرنامج التعقيم، ممكن تشاركنا هدفك الأساسي لبرنامج التعقيم وإحنا نتناقش معاك إذا هو سمارت أو لا وكيفية التعديل عليه. تفضل. طيب هدف الأساسي في برنامج التعقيم رفع جودة موظفين أقسام التعقيم بمستشفيات المنطقة. أوكي طيب الآن هدفك تقول رفع جودة موظفي التعقيم في مستشفيات المنطقة، تمام؟ الآن نبغى تمشي معاها النقطة سبيسيفيك. أول شيء هل هو محدد؟ هل أنت ترى هذا الهدف محدد؟ لا بحدد الهدف أنا، أنه عندي هدف رفع الجودة لموظفين 10 مستشفيات أو 10 أقسام بالمنطقة موظفين قسم التعقيم، أو عشان نكون محددين بشكل أكبر رؤساء أقسام العشر مستشفيات بالمنطقة. يعني أستاذ بندر أضفت 10 أقسام، قبل كانت أقسام ما معروفة كم، الآن بقت 10 أقسام، كويس؟ بس نحدد الهدف. طيب ثاني؟ لسه أنا بس كم ما تحدد الهدف ده ما تمشي للمجرى، لازم تحدده لنا. الآن قلت عندك 10 أقسام تعقيم في مستشفيات المنطقة، مستشفيات المنطقة كم؟
عشر. عشر. إذا عشان يكون واضح جدا هتقول أنا بمشي زي ما أنت كتبت، رفع جودة الموظفين في أقسام التعقيم العشرة. تمام. صح؟ صح؟ أقسام التعقيم عشرة. خلاص. في المستشفيات العشرة. ليه؟ لو قلت أقسام التقسيم العشرة في مستشفيات المنطقة، أنا يمكن أفتكر مستشفيات المنطقة 20. أقول لك ليه عامل عشرة ومخلي العشرة الباقيات، صح؟ صح. صح؟ أنت مع ناس التعقيم عارف إنهم عشرة، والمديرية عارفها عشرة، لكن الخطة دي لو جيت تناقشها مثلاً مع أخوانك في الشرقية قد يكونوا ما عارفين مستشفياتك كم، فأنت بتكفل أي صغر لزول يسأل. الهاتف ما بتدي فرصة لأي أحد يسأل لأقسام التعقيم العشرة لمستشفيات المنطقة العشرة، كل قسم في مستشفى. نكتب تكتيبة كده حتى، لأن لو في واحد تاني جاي يسأل قال لك هل أقسام التعقيم العشرة يعني كل قسم، كل مستشفى عندها قسم، هتقول لي هاي أفضل تخطها له بين قوسين، قسم لكل مستشفى. أنت علي؟ ده التحديد. تمام. يعبى نقبة تكون رفع جودة الموظفين لأقسام التعقيم العشرة لمستشفيات المنطقة العشرة بين قوسين قسم لكل مستشفى. حلو؟ حلو. في حاجة ثانية ناقصة ما فاهمين، يعني الهدف ده لسه ما تحدد. ترفع جودتهم كيف يعني؟ انت كنت عايز ترفع جودتهم كيف مثلا؟ جودتهم في العمل، جودتهم في الاخلاق المهنيه، جودتهم في اللبس، جودتهم في الكلام، جودتهم في شنو يعني قدر ترفع جودتهم؟ تطبيق المعايير مكافحه داير ترفع جودتهم في معايير مكافحه العدوى، يعني يعمل شنو يعني في معايير مكافحه العدوى؟ يعني الالتزام بش اسمه جميع المتطلبات منهم اثناء تأدية العمل. يعني انت عايز رفع الالتزام لجميع متطلبات معايير قسم مكافحة التعقيم لمكافحة العدوى، صح؟ ايوه. انت عايز ترفع الالتزام ولا عايز ترفع جودة الموظفين نحو الالتزام؟ لا، ابغى ارفع الالتزام حقه. تقدر ترفع الالتزام للموظفين. طيب لسه ما واضح لي، فهمت علي كيف التحديد؟ عمليه التحديد داير صبر وداير يزول يناقش كثير عشان يعني نحددها. نقول رفع الالتزام بمعايير مكافحه العدوى، رفع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى للموظفين التعقيم. لكن سؤال، التعقيم عنده موظفين ولا هيس كير ويركر يعني منتسبين لأنه الموظف بيفهم كأنه زي قاعد في مكتب، صح؟ صح؟ أي نعم. أنا تنقول ممارسين الصحيح. أنا ما أخلص. أيوة. إذن هنكون رفع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى للممارسين الصحيين. خلاص، بعد أنا عرفت للممارسين الصحيين في أقسام التعقيم العشرة في مستشفيات الباحة العشرة. كده الهدف بقى شكله كيف؟ أوضح محدد. رأيك الهدف كده بقى محدد؟ إنه أنا عايز أرفع مستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى للممارسين الصحيين في أقسام التعقيم المركزي للمستشفيات المنطقة العشرة، عشرة بعشرة. خلاص خلصنا. ده محدد كده بقى الهدف. بقى ناقص شنو؟ نمشي للمواصفة اللي بعده. الهدف محدد. الناقص شنو؟ مجربول. قابل للقياس. مجربول. يلا ورينا حتعمل له مجر كيف؟ من خلال النسبة حق التقييم الشامل للـ CSSD المعايير
كلام صحيح. إذا كان العشر أقسام ديل المعيار بتاع التزام مكافحة العدوى 65، أها هنخليهم يجربوا كيف نقول شنو. إذا كان أنت جيت عملت الأوديت ولقيت كلها جمعتها لقيتها كلها جايبة 65%، حلو إنه مثلا نفس الهدف تصيغه لا يقول مشتاق. أيوه رفع نسبة التزام الممارسين الصحيين في 10 أقسام للتعقيم المركزي بعشر مستشفيات المنطقة، قسم لكل مستشفى بنسبة مثلا 5% من 65% إلى 70%. لا أقول واضحة، رفع نسبة التزام بمعايير مكافحة العدوى لدى الممارسين الصحيين في أقسام التعقيم المركزي العشرة بمستشفيات المنطقة العشرة من 65 إلى 70%. كده مش أحسن؟ واضحة؟ تمام كده بقى بجربه. والله يا بندر هدفك ده عزمنا عزام، ها؟ يا أخي والله كله رفعناها هسي صح؟ كيف رفعنا النسبة هسي والله؟ طيب ها؟ فضل شنو يا بندر تاني للهدف ده؟ achievable. هل بالفعل نقدر نطبقه؟ ممكن نرفع من 65 ولا في مشكلة؟ 5% خلال سنة أتوقع ممكن. ممكن، لكن الهدف ده فيه سنة ولا ما فيه؟ في ويش يا دكتور؟ هل مكتوب فيه الزمن؟ الهدف اللي قلناه الآن، هل مكتوب فيه الزمن ولا كان ناقص الزمن؟ لا لا لسه ما حطينا التايم لاين حقه. يلا حط الزمن طوالي، يلا قول الهدف كله بزمنه عشان نشوفه بعده. طيب الهدف نقول رفع نسبة الالتزام للممارسين الصحيين بعشرة أقسام للتعقيم المركزي لعشر مستشفيات. أيوة التزام مكافحة العدوى. الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، ما في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، الالتزام بمعايير الأخلاق المهنية، رفع نسبة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى لدى الممارسين الصحيين. طيب تمام. واصل. لدى الممارسين الصحيين بعشر أقسام تعقيم مركزي بعشر مستشفيات تعقيم. تمام تمام. من نسبة 65% إلى 70% بنهاية عام 2000. تمام ممتاز. بنهاية عام 2020. تمام كده الهدف بقى مقبول، الهدف بقى مقبول، لكن يكون أفضل لو زحينا من الممارسين الصحيين. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ نقول رفع نسبة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى من 65 إلى 70 في كده كده، لأنه لما نجي نرفع نسبة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى في فاكتورز أخرى أو في عوامل أخرى غير لدى الممارسين الصحيين. يعني الممارس الصحي ممكن يكون فاهم كل معايير مكافحة العدوى وأداء، لكن الجسم ما فوقه مكان للستور مثلا، الجسم ما فوقه مكان بتاع الباكيتشينج في التعقيم، الجسم ناقص ستيمر، دي بيأثر على معايير مكافحة العدوى، صح ولا ما صح؟ صحيح. عشان نبقى واضحين نطلع الممارسين الصحيين، لا، عايز أخد الممارسين الصحيين، أكتب لي كم ممارس صحي عندك في العشرة؟ ما أنت عايز تزيد الالتزام في العشرة في كم ممارس صحي؟ فأنت معناه محتاج تجيب داتا تقول عندك 50 واحد شغال في التعقيم في العشرة. كويس، حقول رفع نسبة كفاءة الخمسين ممارس صحي في تطبيق التزام، أو أقول رفع تطبيق الالتزام وأنسى قصة الخمسين. أو تحديد دكتور، يعني أنت ممكن يقول تحديد جميع موظفي الأقسام أو أيوة. رؤساء الأقسام أيوة. أو حدد البوزيشن. أيوة أيوة. فبقى دائما لمن تكتب الهدف كل ما حددت أكثر كل ما كان أحسن للهدف. خلاص عشان ما بزول يسألك، أنا سألتك بس لأنه أنا يعني بشتغل في مكافحة العدوى، فعارف معنى معايير مكافحة العدوى داخل الأقسام، فأنت ما بتخلي زول يزال لا متخصص ولا غير متخصص. ده الهدف، ميزة الهدف إنه بتخلي أي أحد مجمع معك اللي شغال معك في مكافحة العدوى يفهم
ولا ما عنده علاقة بمكافحة العدوى يفهم الهدف. دي ميزة الهدف القوي، دائما في أهداف قوية كمان بتكون قوية، لكن المتخصصين ممكن يضعفوها زي الكلام اللي أنا قلت لك الآن كويس، لأنه أنا متخصص في مكافحة العدوى، فعشان هدفك يبقى ممتاز كمان أنا ما أقدر أفتح خشمي. يعني حتقولي والله الرفع تطبيق معايير مكافحة العدوى في أقسام التعقيم العشرة اللي كده كده، بعد أنا ما بسألك كم ممارس صحي، ما بسألك أنت عايز تشوف الممارسين الصحيين وعايز تشوف الاستراكشر ودار تشوف هل التعقيم المركزي مقسم لثلاثة محلات اللي استخدام الأدوات الملوثة الفريز الخمسة ناي، دي كلها أنت بتقولها في تطبيق معايير مكافحة العدوى. لا، عايز ترفع للممارسين، الممارسين حقوم أسألك طوال كم معيار عندهم، عندهم الهات هايجين والبي بي اي وحاجات معينة، حقوم أقول لك ما كل معايير الالتزام، لازم تجلس لهم معايير هم يعني 65 الموظفين قد يكون عندهم فيها 25 بس، فأنت ترفع من 25 إلى 30 يعني مثلا، ما 65 كلها، فهمت علي؟ يعني يا جماعة الهدف لازم يكون محكم في التحديد عشان لا مختص ولا غير مختص يسأل. داير تعرف هدفك قوي؟ اسال انت نفسك هل الهدف ده واضح لي؟ هل بيضح لاي زول؟ حتى ممكن تشيل الهدف ده تمشي تلقى مثلا جارك يكون شغال في اداره الكهرباء، تقول له الهدف ده واضح؟ لو قال لك والله ما فاهمه معناها المتخصص ما يفهمه. فهمت علي؟ فاذا جارك في الكهرباء قال لك الهدف ده واضح خلاص. فهمت علي؟ لازم الهدف، عشان كده الهدف مهم جدا يا اخوان ويا اخوات. الهدف مهم جدا وضوحه وتحديده ونمشي عليه بالمواصفات دي. طيب الله يعطيك العافية بندر. طيب نروح للقنفذة. تسنيم موجودة أو في أحد ثاني من القنفذة ممكن يشاركنا؟ القنفذة في أحد ممكن يشاركنا منها؟ أيوة السلام عليكم. أوكي ننتقل. وعليكم السلام تسنيم. أيوة تسنيم. ايوه تفضل. ايوه معك الصوت واضح. ايوه واضح. شوفي الهدف اللي امامنا اللي هو الهدف الخامس، تقليل حدوث التفشيات الوبائيه في الاقسام الحرجه الى ادنى مستوى ممكن. ممكن تعطينا رايك في هذا الهدف؟ الهدف عام وغير موضح المكان اللي نبغى نحقق فيه تقليل حدوث التفشيات، يعني هل هو في العناية، هل هو في مستشفى الجنوب العام، في مستشفى الجوز، يعني غير واضح. ممتاز. طيب وكمان ايش في غير محدد؟ قولي غير محدد يا اختنا تسنيم، يعني قولي بنفس المواصفات، المواصفات محدد يمكن قياسه يمكن تحقيقه واقع له زوم معين. الطريقة دي بيساعدك انت دائما في انتقاد الاهداف وتحفيظها، لكن لما تقول الهدف غير واضح هو صح غير واضح لانه غير محدد. الكلمه الصحيحه انه غير محدد. غير محدد. نطق تمام. طيب وايش رايك في بقيه الجمله؟ بالنسبه في الاقسام الحرجه الى ادنى مستوى ممكن، الى ادنى مستوى ممكن يعني كم؟ يعني ايش المقصود الى ادنى مستوى ممكن؟ يعني غير محدده هذه العباره. عام. تمام ممتاز. اذا اختيار الكلمات واختيار العبارات مهم جدا عند وضع الهدف، صح؟ صحيح. العبارات المبهمه العبارات الغير واضح مقصود منها هذه ما نستخدمها. نعم صحيح. تمام ممتاز. اذا انت الحين ساعدينا وعدلي لنا الهدف هذا، اولا خليه سبيسيفيك، أعطينا هدف سبيسيفيك. نبدأ بأول نقطة. يعني ممكن نقول خفض نسبة حدوث التفشيات الوبائية في الأقسام الحرجة. لا ممكن نحدد إيش هي التفشيات، يعني بناء على التقارير. خفض ايوه بناء على التقارير الموجوده، يعني ايش ولا اكثر ولا شيء جزء محدد فيها ولا كيف تفشيات خلاص نتفق نقول كلابسي، خفض نسبه التفشي الوبائي كلابسي. ايوه يلا واصلي. في مثلا في العنايه المركزه مستشفى القنفذ العام. حلو كده الهدف بقى حلو. طيب ايش معنى ليش اخترت القنفذ العام؟
يمكن لأن بناء على التقارير الموجودة أن في نسبة كبيرة مثلا، يعني هذا على سبيل المثال يعني فقط مجرد مثال. هي 2 و3 كلابس بتاعت الغنفوز العام، ها مستشفى الغنفوز العام الكلابس بتاعت 2 و3. يلا ها كويس. الهدف بيجا سبيسيفيك يا أخوتنا تسنيم، يديك العافية، بقيتي ومحدد. يلا الناقص وشنو تاني؟ المواصفات الناقصة التانية شنو؟ هل يمكن إنجازه؟ هل هو achievable أو لا؟ الخطوة الأول انتهينا من سبيسيفيك محدد، الخطوة الثانية شنو؟ هل يمكن قياسه؟ هل يمكن قياسه؟ يلا الهدف ده أنت قلتي تقليل نسبة التفشيات الكلابسي في قسم العناية المركز والمستشفى أنفوز العام. في قياس هنا ولا ما في قياس؟ في قياس. قياس شنو؟ قياس النسبة اللي هي وين كم؟ مكتوب رقم ولا ما مكتوب له رقم؟ في الأهداف هذه مو موجود رقم. إذا نكتب الرقم، تمام ممتاز. طيب هو كان 5، المعدل بتاعهم 5 للكلابسي، هتقول الهدف شنو طيب؟ خفض بنسبة 5 قصدك ولا؟ لا هو عندهم الكلابسي بتاعهم عالي جدا، 5 cases per 1000 catheter days or central line days، يعني عندهم 5 إصابات لكل 1000 قسطرة ركبت يعني. فطيب دارت على 5 دي، انت دارت تخفضيها لازم تدينا رقم، هتقولي شنو؟ يعني هو يعني هو ان شاء الله نقدر نخفضها زيرو يعني ان شاء الله. طيب زيرو، قلتي زيرو، قلتي خفض نسبة إصابات الكلابسي في العناية المركزة بمستشفى القنفذ العام إلى 0. المواصفة اللي بعد شنو؟ حطيتي ميجر قلتي إلى 0، المواصفة اللي بعده هل أتشيفبل في القنفذ العام إنه ممكن تنزليه من 5 إلى 0 في سنة؟ والله على حسب، يعني على حسب الإمكانيات الموجودة. ايه تسنيم شوف، انت عارفه الامكانيات في الغنفوزه. انت قلت كلمه صحيحه، على حسب الامكانيات الموجوده. انت تعرفين الامكانيات الموجوده في القنفذه، كيف تقدرين تعرفينها؟ لازم اهدافك تكون حقيقه، تكون واقعيه، تكون طموحه لكن ما تكون مستحيله. هذه قاعده اساسيه. اذا انت عندك تقولين انا بنزلها من 5 الى 0، وش المطلوب انك تشوفين السنوات السابقه كيف مستوى اللي قدروا عليه انهم ينزلونه؟ هل كانوا ينزلونه 1؟ هل كانوا ينزلونه 3؟ هل كانوا ينزلونه 5؟ المستوى يعني او النسبه. اذا كان الثاني تشوفين الـ العاملين الموجودين هناك، هل في ناس متخصصه عارفه ممكن تشتغل؟ هذه كل المعطيات لازم تدرسينها عشان انت تختارين النسبه الواقعيه وليست المستحيله، لكن ما تختارين نسبه بسيطه، ما تقول انزلها من 5 الى 4، نسبه بسيطه في خلال سنه. لازم تكون الهدف نوعا ما تحدي لك، لازم يكون في تحدي لك. خفضها للعمل 2، نقول 2 مثلا. مثلا ممتاز 5 الى 3 يعني معقول. الهدف بتاع 5 ل 0 دي فرصة هنا عشان اشرح للجميع، لو كنت عايز انقصه 5 ل 0 يمكن ده يبقى هدف استراتيجي، بعد 5 سنة دار الغنفوذة تكون 0، يعني السنة الأولى أنقص 1 والسنة الثانية كده، أو بعد 3 سنة أقول هدفي الاستراتيجي انقاص من 5 ل 2 لمدة 3 سنة. إذا معناها هدفي التشغيلي كل سنة أنقص 1 1 1 عشان بعد 3 سنة كنا وصلت 2. خلاص كويس، نقول الأمور معاك ماشية كويس وعايز تنقصه من 5 إلى 3 في مستشفى الغنفذة. بقى الهدف الحمد لله ميجرابل، هل يمكن تحقيقه واقعي؟ أيوة تسنيم، تشوفين واقعي الهدف؟ نعم. ممتاز. طيب النقطة الأخيرة التايم، إذا إحنا لازم المفروض نضيف إيش؟ اللي هو خلال العام 22 أو بنهاية ممتاز. عام 22. ممتاز عليك. ممتاز ممتاز تسنيم، الله يخليك، شكرا جزيلا لك. طيب ممكن يشاركنا دكتور سلمان بالهدف اللي وقعه على التدريب؟ دكتور سلمان مكة المكرمة. أي السلام عليكم. وعليكم السلام. يشاركنا دكتور بهدف الأهداف.
أنا اللي وضعت البرنامجك. تمام، أنا حطيت كذا هدف يعني من واقع التجربة ممكن يعني نشتغل عليه. الهدف رفع كفاءة العاملين في أقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة بالطريقة الصحيحة لتطهير الأيدي للحد من انتقال العدوى بنهاية الربع الأول من عام 2022. تعني بالراحة والراحة رفع كفاءة العاملين في أقسام الطوارئ رفع كفاءة العاملين في أقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة في مستشفيات مكة المكرمة بالطريقة الصحيحة. أي مستشفيات دكتور؟ رفع كفاءة العاملين في أقسام الطوارئ مستشفيات مكة المكرمة بعد شنو؟ بالطريقة الصحيحة لتطهير الأيدي. بالطريقة الصحيحة لتطهير الأيدي. رفع كفاءة العاملين في أقسام الطوارئ في مستشفيات مكة المكرمة بالطريقة الصحيحة. لتطهير الأيدي. لتطهير الأيدي. بالطريقة الصحيحة لشنو؟ تطهير الأيدي. لتطهير الأيدي. ها؟ معاك أنا. لتطهير الأيدي. ها؟ للحد من انتقال العدوى. للحد من انتقال العدوى بنهاية الربع الأول من عام 2022. 2022. بنهاية الربع الأول. أيوه. من العام 2022. تمام. طيب ها تبدي يا دكتورة فايزة ولا دهنا ولا؟ إيه تفضل دكتور. جميل. دكتورة فايزة قبل شوية قالت دائما نطلع من الكلمات المبهمة والكلمات اللي 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 بتدي بعض الإشكال. يعني مثلا رفع كفاءة العاملين. أنا الكلمة دي بالنسبة لي مبهمة. يعني صح أنت قلت بالطريقة الصحيحة. كويس؟ لكن لما تجي تصيغها في اللغة العربية بتكون شوية كده العملية ما واضحة، يعني ده ترفعهم بالطريقة الصحيحة ولا هم يعملوا طريقة صحيحة ولا كفاءتهم في شو في غسيل الأيدي وكده، ده بيعمل بعض الخلط في تحديد الهدف. وزي إلى أدنى مستوى ممكن برضه بيعمل خلط في تحديد الهدف، نستخدم الكلمات السهلة الواضحة المباشرة. يعني السؤال بيجي كده يا أخونا دكتور سلمان، عايزين تعملوا للعاملين ديل شنو؟ بالواضح كده دايرين إيش من العاملين ديل؟ دايرينهم يزيدوا الالتزام بتطهير الأيدي، صح ولا ما صح؟ صحيح. إنهم يلتزموا بتطهير الأيدي، صح؟ صحيح. موضوع الالتزام وده أسهل ليه بس؟ موضوع الالتزام زيادة الالتزام بتطهير الأيدي للعاملين في قسم الطوارئ. دكتور موضوع معل؟ زيادة الالتزام أنا ما فكرت فيها، لأنه إذا كان في زيادة التزام لازم حتكون في جهة رقابية. أنا مقصود عن التدريب، أنا ما حراقب عليهم أساس أشوف هم ملتزمين أو ما هم ملتزمين، أنا أدربهم. عشان كده أنا ما حطيت كلمة تدربون عشان يزيدوا الالتزام، مش ده ترفع كفاءتهم. سمعني هقوم أسألك، أنت قلت والله زيادة الالتزام ما جهة رقابية، أنا ما بتكلم عن المشاعر، أنا بتكلم عن الهدف. ده الفرق اللي بيخلط الناس دائما. أنا ما قلت مراقبة زيادة الالتزام، الهدف هنا اختلف. أنا قلت زيادة الالتزام، أنا بدربكم عشان تزيدوا الالتزام. فهمت علي؟ بعد ذاك يراقبك مين ما يراقبك مين ده موضوع ثاني. لكن سؤالي أنت قبل لما قلت رفع كفاءة العاملين، أنت رافعة؟ هل أنت رافعة؟ فهمت علي؟ يعني لما الهدف بعدة وسائل بيجيك نفس النقاط. إذا قلت والله زيادة الالتزام أنا والله غير مراقب، أنا حقول لك أنت برضو ما نزل عم ترفع الكفاءة، أنت ما رافعة. كويس معك؟ فاستخدام الكلمات مهم جدا. طيب إذا ما عجبتك زيادة الالتزام ممكن تقول كلمتك الدائرة تدريب العاملين على تطهير الأيدي بالطريقة الصحيحة. حلوة دي؟ حلوة صحيح.
خلاص نقول تدريب العاملين في أقسام الطوارئ. يجيني سؤال ثاني، كم العاملين كله؟ ما محدد لي العاملين في أقسام الطوارئ في مستشفيات مكة المكرمة كم عددهم؟ إذا ما عندك عدد النسبة في كم اللي عايز تدربها؟ أنا بتكلم لسه في تحديد الهدف يا جماعة. المعانا نحن دكتور سلمان اجتهد جاب هدف هو واضح يعني وإذا ممكن يفهموه، لكن نحن دارين نعمل الأهداف الاحترافية في المواصفات عشان نكون أهدافنا ممتازة وقوية وما فيها نقاش. الآن اتفقنا أنا وهو قلنا والله تدريب العاملين في أقسام الطوارئ في مستشفى مكة المكرمة، هل ممكن نحدد النقطة دي أكثر في العاملين نقول منو؟ يلا سيد دكتور سلمان نقول نسبة نقول عدد نقول شنو عشان نحددنا يا تعاملين عشان أنا أفهم؟ الأفضل تكون نسبة ما تكون عدد. كنتوا قاصدين منو في التدريب للعاملين؟ كنتوا قاصدين كل الاستاف الممرض والدكاترة كلهم ولا ناس معينين ولا كنتوا قاصدين منو في الأقسام دي؟ اللي معهم كونتاكت مع البيشنت. الناس اللي عايزين تدربوهم في الأقسام دي في القسم فوقه كلينر وفيه دكتور وفيه ممرض وفيه موظف، قصدين منو اللي عايزين تدربوا كنتوا في الأقسام دي؟ كلهم ولا 50% منهم؟ لا الناس اللي معهم اللي يسووا كونتاكت مع البيشنت، اللي دايركت كونتاكت مع البيشنت غالبا الأطباء والممرضين. إذا معناها أنا تدريب الأطباء والممرضين بين قوسين اللي هم دايركت كونتاكت، ده الهدف كده. خلاص أنا عرفت أنت عايز تدرب منه، فهمت علي؟ تمام. طيب قلنا في أقسام الطوارئ في مستشفيات مكة المكرمة، دي حلوة جدا. أقسام الطوارئ في مكة المكرمة، كم قسم طوارئ في مستشفيات مكة المكرمة؟ على عدد المستشفيات اللي هي كم؟ أنت عارفها أنا ما عارفها. 17. عشان نكون أشد دقة، تدريب الكوادر الطبية والتمريضية ذات العلاقة كويس بتطهير الأيدي على الطريقة الصحيحة في 17 قسم طوارئ على عدد مستشفيات مكة المكرمة. وقع كلام كده واضح صح؟ كلام واضح جميل. حلو جدا كده صلحنا الهدف شويه. انا لسه يا جماعه في سبيسيفيك عشان انا لو ما عبرت سبيسيفيك دي ما حنجح في الاربعه الباقيه، ولو ما عبرت الثانيه ما حصل الثالثه والرابعه، ولو ما ختمت بالخامسه الهدف بيكون ما وصل القمه. الان احنا ماشيين كويس في الهدف تدريب كويس الكوادر الطبيه او الممارسين الصحيين ذات العلاقه بالمرضى بين قوسين اطباء وممرضين في 17 قسم طوارئ على عدد مستشفيات مكه المكرمه على الطريقه الصحيحه لتطهير العين. خلاص تمام. طيب دكتور سلمان كتب للحد من انتقال العدوى، هل نحتاج الجمله دي ولا ما نحتاجها في الهدف؟ أنا حطيتها عشان الموضوع يكون مجربول عشان أشوف هل العدوى نقصت بعدها ولا ما نقصت. طيب حلو يا دكتور سلمان، كده بيجي عندنا كم هدف؟ كده كي عندنا كم هدف؟ هو هدف واحد احنا شغالين عليه. أيوه كده بيجي هدفين، نحن عايزين ندرب وعايزين نشوف الحد من انتقال العدوى صح؟ أيوه. اثنين في واحد 3-1. هو بيزبط الراس جميل، هو حلو 3-1 يا دكتور سلمان، حلو جدا. نقطع كده عشان كده عشان الزول ما يختلط عليه، طوال تشيل برا كلمه الحد من انتقال العدوى عشان شنو تكون الصوره واضحه. انا داير ادرب ذات العلاقه في الاقسام الطوارئ 17 على تطهير اليدين، ما تقعد تقول لي العدوى نقصته ولا العدوى زادت، انا داير ادرب على تطهير اليدين. داير تشوف العدوى تقول والله قياس معدل العدوى في كده ودار احد منها بكده، بيكون هدف ثاني غير انه تخط تربطه. اربطه ده في تقرير قول شوفوا حققنا التدريب وقامت نقصت مكافحه العدوى، او نحن والله حققنا التدريب وبقت الممارسه شكلها جميل وافضل. الحد من انتقال العدوى كلمه كليشيه عام
لانه هو الهدف واضح. لكن لو انت قلت كده واحد يفهم اللي ما شغل في مكافحه العدوى يفهم انه الحد من مكافحه العدوى شيء وتطهير اليدين شيء ثاني. لانه تطهير انا في الانفكشن كنترول عارف تطهير اليدين بيغي من اكثر من 85% من الامراض وبيقلل العدوى بنسبه 90%. انا بعمل الكلام ده. لكن الزول الثاني لما تكتب له كلمات كثيره قد يتوه. فانت دائما بتحاول انه ما الزول يتوه. كفايه قلنا له 17 قسم مستشفيات مكه كفايه قلنا له كده عشان ما نتوهه. نحن دارين نخليه يمشي معانا في نفس الخط. لانه بعدين بعد ما تدرب الجماعه قال هيجي يسالك وين الحد من انتقال العدوى؟ لو ما لانه التدريب مرات قد لا يقلل العدوى لظروف ثانيه يعني يجي كوفيد الناس بغسلوا لكن كوفيد شغال يعني. فمثلا عشان ما تخوض هدفين في هدف. جميل يا دكتور سلمان؟ تمام تمام ممتاز. طيب هل الهدف ده كيف اقول؟ مشينا من ميجر ابول له نحن عملنا له ميجر كذا ننتهي عملنا له ميجر ولا لسه؟ هو بيقى محدد بيقى محدد محدد الله العاملين في اقسام الطاري في 17 قسم دايرين نعلمهم تطهير اليدين. الهدف بيقى محدد. النقطه اللي بعدها ميجرابل. هل ميجرابل؟ هل نقدر نقيسه؟ في رقم الهدف ده فيه رقم عشان نقيسه؟ فتش الارقام. ممكن يتقاس بس عن طريق كيف؟ اقول ممكن يتقاس عن طريق مدى التزامهم في تطهير الايدي يعني باستخدام الطريقه الصحيحه. بس دكتور سلمان دكتور سلمان اسمح لي الان انت وضعت هدف تدريب العاملين الصحيين تمام. اذا انا هذا هدفي تدريب العاملين الصحيين. اذا قياسي يقوم على مبدا التدريب مو على اي شيء ثاني. الاشياء الثانيه هذيك اثر اثر عملك او اثر الخطه اللي انت سويتها. لكن عشان انا اقيس ميجربل لازم اقيس الهدف نفسه. انت الان لما وضعت الهدف انا اقول لك رايي وبشوف الدكتور علي الفتاح اذا يوافقني. انت لما وضعت الهدف انت حددت التدريب. اذا انا ابغى اقيس التدريب. طيب في جملتك هذه حددت المستشفيات حددت الموظفين وفي اي قسم. هل انت تقدر تصل الى اعداد الموظفين في هذه الاقسام؟ ممكن نوصل لأعدادهم. ممتاز. إذا أنا هذا هو المجرب الحقي إني أنا عندي العدد الموظفين في الأقسام هو اللي يكون اللي هو المقام حقي عشان لما أسوي المؤشر بعدين. إذا هذا هو العدد وأصير العدد اللي تم تدريبه أقسمه على العدد الإجمالي فيطلع لي النسبة اللي هذه معناتها إني أقدر أقيسها. هل أنا غطيت 100% 60% 70% هل وصلت لهدفي أو لا؟ إذا الهدف اللي تم وضعه الان في عمليه في المناقشه السابقه it is measurable. هذا برايي انا. هل انت ترى انه measurable you can measure it؟ هل تتفق معي فيه؟ اذا اذا بالطريقه ممتاز بها صحيح. اذا صحيح. اذا انا لما اضع هدف هدفي measurable او القياس حقي ابنيه على الهدف نفسه ما اروح اشوف الاثر حقه لا ابنيه على هدفي انا. أنا هدفي تقليل معدل العدوى إذن المجر حقيتي تكون المعدل العدوى. أنا هدفي التدريب إذن المجر حقي يكون عدد المتدربين وهكذا. ممتاز ممتاز نقاش جميل والله. هدفك فتح لنا أفاق كويسة يا دكتور سلمان للشرح أكثر ولتوضيح الآلية. عشان أنا نعبر المجربل المحطة الثانية أنا أعيد الكلام اللي اتفقتوا عليه أنتوا دكتورة فايزة. هقول تدريب وهديكم مثل تدريب العاملين أطباء وممرضين ذات العلاقة بالمريض بين قوسين العدد 170. أنا عملت عدد قلت 170 10 في كل قسم. الأقسام ما قلنا 17 170 10 لكل قسم في 17 قسم للطوارئ في مكة المكرمة. كده كيف؟ كده الهدف بقى كيف؟ كده واضح. هلا هذا بقى محدد ولا ما محدد؟ محدد. في قياس ممكن نقيس ال 170 نجي يا دكتور سلمان ال 170 دربتهم كلهم ولا حتقول والله يا نجحنا في دوره واحده وفشلنا في الثانيه والله عملنا 100 ما انا في 70 احتزل. فهمت علي؟ تمام تمام. طيب 170 في اقسام الطوارئ ل 17 قسم بمكه المكرمه بندربهم على الهاند هايجين.
حلو جدا. الهدف ده محدد ويمكن قياسه لانه عندنا رغب فيه. طيب هل هو achievable واقعي؟ نعم ممكن. هل يمكن تحقيق القصة المال؟ نعم ممكن تحقيقه. ليه؟ ممكن تحقيقه ممكن. ولا لا؟ نعم ممكن. نعم يمكن تحقيقه. طيب هو يمكن تحقيقه لكن انا بقول ده ما يمكن يتحقق. قول لي ليش؟ ليش؟ قول لي ليش؟ ليش؟ لا يمكن يتحقق. قول لي ليش؟ لأنك قلت التدريب ده بنهاية الربع الأول من 2022. هل عندكم مقدرة تدربوا 170 في 3 شهور بس؟ أنا ما أعرف والله ما أعرف. إذا بتدربوا 170 في 3 شهور نقول لك يمكن تحقيقه واقعي. يعني إذا عندك في كل قسم طوارئ عندك مدربين 17 ممكن يعملوا الدورة دي كلها في يوم واحد، يمكن تحقيقه في الربع الأول. لكن لو والله التدريب فيه 3 يوم ولازم يختاروا الناس ويعملوا سيليكشن وكده. طيب الله يعطيك العافية دكتور سلمان، ما قصرت شكرا. طيب عشان بس نكمل على مؤشرات الأداء، بس أحتاج من عبد العزيز منطقة جازان وهدية منطقة حايل بس يشاركونا يكتبون لنا الأهداف في التشات، إحنا قبل النهاية بس بنطلع عليها إن شاء الله، ولو كان فيها أي يعني نقاط نحتاج توضيح راح نوضح لكم، بس شاركونا الله يعطيكم العافية في التشات. عبد العزيز من جازان وهدية من حايل. طيب أنا دكتورة النقطة الثانية اللي إحنا نتكلم عن، أنا دكتورة حضرت الهدف، ما أدري عاد إذا تبغوني أقولها لكم ولا لا. تفضلي تفضلي قولي هدية، هدية تفضلي قولي. تمام، أنا منسقة برنامج الآيكا في منطقة حايل، فحطيت فهمني صراحة البرنامج واستفدت صراحة، فحبيت إني أطبق على البرنامج عشان أكون سبيسيفيك أكثر. تفضلي. الهدف رفع نسبة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى في 20 سبستاندر العالية الخطورة فقط في جميع الأقسام في 16 مستشفى خاص وحكومي في المنطقة، من نسبة 80% إلى 85% خلال نهاية العام 2022 من خلال الزيارات ومتابعة الأكشن بلان. ما أدري هل هدفي هذا واضح ولا يحتاج تعيدين هدية؟ تعيدين هدية؟ أي أكيد. الهدف رفع نسبة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى في 20 ستاندر عالية الخطورة في جميع الأقسام في 16 مستشفى الحكومي والخاص في المنطقة من نسبة 80% إلى 85% في نهاية 2022 من خلال الزيارات وقياس أو متابعة الأكشن بلان. هذا هدفي وإن شاء الله أنه يعني هدفك ممتاز خالص جداً، وده أنا أقول لك جدا جدا، بس في كلمتين شيلهم لا يبرر منهم، من خلال دي ما عايزينها ديك أنشطة. أوكي هو أكتفتي فعلا أكتفتي ما أدي بيها في الهدف، ما من خلال ده ما عادة نيجي في الأنشطة، لكن الهدف ممتاز. أجمل ما في هذا الهدف إنه قلت 20 ستاندرز عالي الخطورة كويس. إذا حتى الزول اللي ما يفهم الآيكا ما فهم الآيكا فاهم إنه في 20 ستاندرد عاليات الخطورة كويس، ووضحت جدا في جميع الأقسام في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، يعني أنت باخذة كل المنطقة، ويا حبذا لو كان بين قوسين وريتينا كم عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في حي. أيوة كويس، بس كان 16 مستشفى. ممتاز ممتاز، الهدف رائع. إذا أنت كده كملت كل شيء تمام التمام، ويمكن قياسه قلت من 80 إلى 85. أعجبني هدفي جدا، هدف محدد، هدف بروفيشنال يا هدية. شكرا تسلم أستاذ، الله يعطيك العافية هدية. لا رائع 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 صراحة، الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك وشكرا لمشاركتك. الآن مثلا الهدف الآن اللي أنت وضعتيه، أنا بس بقول بس في نقطتين، الهدف اللي وضعتيه هو الهدف الأساسي لبرنامجك برنامج الآيكا صحيح؟ بعد ما تضعين الهدف الأساسي لبرنامجك برنامج الآيكا يجب أن تضعي له أهداف فرعية، أهداف فرعية، أهدافك الفرعية التي تضعينها عادة يفضل أنها ما تكون كثيرة، تكون أهداف قليلة. مثلا عندك حطين 4 أهداف أو 5 أهداف، وكل هذه الأهداف يجب أن تخدم هدفك الأساسي، يجب أن تصفها. يعني ما لا يوجد معنى أنك تضعين هدف أساسي وبعد ذلك تضعين أهداف فرعية لا تخدم الهدف الأساسي، لأنك بتوصلين لآخر السنة وأنت ما حققت هدفك الأساسي. إذن ضروري أن نضع أولاً الهدف الأساسي
عليه نبني أهداف فرعية. أهداف فرعية ما تكون متعددة كثير عشان ممكن عشان يصير تقدرين تحققينها، والأهدافك الفرعية تكون تصب وتخدم هدفك الأساسي. تمام، واضح؟ واضح للجميع هذه النقطة؟ واضح دكتورة. يعني تمام. مثلاً أنا مثلاً عندي 20 سب ستاندر عالي الخطورة، أخذ منهم كل 4 سب ستاندر عالي الخطورة برضو، لأنه برضو الستاندر له 4 معايير برضو عالية الخطورة، فممكن أقتصر لا. على 20 سب ستاندر مو كل ما تكون بهذه الطريقة الستاندر. ما تكون بهذه الطريقة، تكون لك بشكل محدد آخر، لأنك إذا أنت خدتيها مثلا لكل 4 بتحطينها 6 أهداف وتفرق عليك شوي. لازم تكون الأهداف هذه تكون مثلا متصلة بشكل محدد، لها علاقة مع بعضها عشان تضعينها كأهداف فرعية. الأهداف الفرعية وعموما يعني كجزء جانبي، إذا أنت حابة هدية نتناقش معاها إن شاء الله بعد الورشة هذه مثلا الأسبوع القادم، اختاري أي يوم ممكن نتواصل معك ونناقشها إذا أنت you are interested عليها. تمام؟ إن شاء الله. تمام. الله يعطيك ألف عافية. طيب، بعد ما نضع الهدف الأساسي وعليه وعلى أساسه نضع الأهداف الفرعية، الأهداف الفرعية تكون تصب في خدمة الهدف الأساسي، نبدأ الآن بوضع مؤشرات الأداء. قبل يا دكتورة فايزة مؤشرات الأداء، عجبني الكلام عن الأهداف الفرعية. أنا بسأل دكتورة فايزة، هل الأهداف الفرعية عندها نفس مواصفات الهدف الأساسي؟ يعني شرط تكون سمارت؟ صحيح، عندنا نقطة مهمة جدا، أن الأهداف الفرعية يجب أن تكون نفس النقطة، نفس اللي شرحناها من الأساس، لازم تكون سمارت، specific, measurable, achievable, realistic, time. كل هدف فرعي يجب أن يحتوي على هذه النقاط الخمس، بالإضافة زي ما قلنا أنه يهدف أنه يكون يصب في هدفك الأساسي. سؤال ثاني دكتورة فايزة، هل الهدف الفرعي يقصد به النشاط؟ يعني الأهداف الفرعية هل هي أنشطة ولا أوكي، الأهداف الفرعية مثل ما شرحنا من البداية على الأهداف الأساسية نفس الشيء. الأهداف الفرعية ما تكون نشاط، تكون بصيغة هدف. بعد كل هدف فرعي يكون يقع تحته الأنشطة. إحنا وضعنا مثال لكم في الملف المشترك، برنامج للتعقيم المركزي اللي هو إحنا سويناه هنا، الخطة التشغيلية حقتنا الخاصة، حطينا فيها الهدف الأساسي للبرنامج يكون سمارت، وبعد ذلك كان عنده تقريبا 5 أو 6 أهداف فرعية، أيضا أهداف سمارت واضحة، وتحت كل هدف من الأهداف الفرعية وضعنا أنشطة تخدم هذا الهدف. هل تسمح لي في أهدافهم الفرعية هنا أقدم بعض التوجيهات سريع عشان نطلع من الأهداف الفرعية؟ زيادة معدل الالتزام بنظافة الأيدي هدف ولكن غير مكتمل المواصفات، زيادة عدد غرف العزل في المنشآت الصحية ربما هدف غير مكتمل المواصفات، خفض معدل الوفية العدو بالأمراض هدف غير مكتمل، تقليل معدل الوفيات الناتج هدف غير مكتمل، تقييم البرامج الوقائية نشاط، تقييم البرامج الوقائية نشاط، عمل فرضيات نشاط، جمع البيانات والمعلومات نشاط. شكرا جزيلا. في بعض يتفضل. خفض معدل عدوى هدف غير مكتمل، خفض معدلات غير مكتمل، تطبيق معايير مكافحة العدوى ميبي نشاط أو هدف، التدريب نشاط، تقديم دورات تدريبية نشاط، زيادة مستوى الوعي ومبهم كيف يزاد مستوى الوعي، تقوية برنامج التغصي الوباء نشاط ليس هدف، الإشراف نشاط. فهمتوني يا جماعة؟ خلاصة الأمر فرق بين النشاط والهدف، ولو لقيت الهدف كمل المواصفات. هل هو الأهداف هل هي واضحة؟ في أي سؤال على الأهداف؟ ننتقل للجزء الثاني. الجزء الثاني باختصار شديد إنه نحن لا نستطيع أن نضع مؤشرا للهدف إلا أن يكون الهدف مكتمل الأوصاف، إلا أن يكون الهدف سمارت. فدائما عشان كده نحن استغرقنا الوقت كله في الهدف. ليه؟ عشان يسهل علينا عملية المؤشر. المؤشر هو عملية قياس الهدف. نجيكم نحن قبل شوية وضعنا هدف بتركيز اللي هو هدف أخونا دكتور سلمان، دايرين نضع له مؤشر. مثلا دكتور سلمان قال داير يدرب 170 ممارس صحي على الالتزام أو على الطريقة الصحيحة لتطهير الأيدي.
قاموا قالوا لنا نحن مغيمين دارين نضع مؤشر للهدف ده، وانتهت الفترة. سلمان قال أنا بقدر أعمل الكلام ده في ربع سنة، هذا في خطة تشغيلية بس 3 شهور، أعمله في 3 شهور كويس. فنجيو بتين أول حاجة عشان نقيس المؤشر ده، وقال يوم 1/1/2022 حيبدأ لمدة 3 شهور الربع الأول يدرب 170، وعنده المدربين وعنده المقدرة. نحن كمغيمين دارين نقيس الهدف ده، دارين نشوف المؤشر بتاع الهدف ده، نجيه في ياتي يوم، قولوا لي في ياتي شهر. يلا يلا. ممكن عبد العزيز ما يعني انه ما شاركنا، انا شفت انك حطيت الهدف في الشات، راح نرجع له ان شاء الله، لكن ممكن تشاركنا في مؤشرات الاداء عبد العزيز. اي عبد العزيز معكم. اي تفضل عبد العزيز. اي واضح جدا تفضل. اهلا، معلش ممكن بس تعيد السؤال دكتور؟ السؤال دكتور سلمان وضع هدف جميل، قال هو عايز يدرب 170 ممارس صحي في مكة المكرمة في ربع سنة. سألناه هل ممكن تحقق ذلك؟ قال أي ممكن، عنده مدربين وعنده أي شيء، وحخلص من 170 دي في 3 شهور الربع السنوي الأول من 2022. نحن كناس مقيمين، مثلا أنا وإنت وباقي الجروب دارين نمشي نقيم دكتور سلمان هل حقق الهدف ولا ما حققه. فالسؤال الأول عشان نضع له مؤشر، نمشي بتين نسأله، نزلوا في شهر 1 ولا في شهر 2 ولا متى نزور مكة المكرمة عشان نتأكد من هذا الهدف، نزوره في هذا التاريخ. هو على حسب إمكانية التقييم، لنفترض أن احنا عندنا نقيم، نقدر أن احنا نتابع 3 مرات للمؤشر، فنقسم الثلاث أشهر 3 مرات، تكون الشهر نهاية الشهر الأول، نهاية الشهر الثاني، ونهاية الشهر الثالث. جميل جدا، دي طريقة للمتابعة، دي مونيتورينج متابعة. لكن هم قاموا قالوا لنا يا جماعة قيموا لنا، ما تتابعوا، خليه يشتغل لوحده، ما تمشي كل شهر تقول له والله ما دربت دربت، تعالوا له بعد ما ينتهي نجيه متى. نجي بنهاية، يكون بنهاية الديدلاين اللي هو واضعه واللي متفقين عليه، اللي هو كم كان يكون نهاية الشهر الثالث. أيوة نجيب بعد نهاية الشهر، بعد نهاية الربع الأول. إذن الأول أيوة. يا سلام، إذن الآن المؤشر ده أنا عرفت بقيسه بتين، يا أقيسه شهري كويس، يا أقيسه بعد الربع الأول، اتفقنا؟ أيوة. أقيسه في نهاية السنة، يعني أي مؤشر عنده زمن معين لقياسه، اتفقنا؟ طيب سؤال الثاني، أهنا قيس شنو؟ جينا وصلنا مكة المكرمة ولقينا دكتور سلمان، نسأل ونقول له إيش يعني نعمل المؤشر، كيف نعمل المؤشر؟ ممكن إحنا نعمله على عدد الأشخاص اللي هو الأشخاص اللي تم تدريبهم من 170، كم اللي نجحنا في تدريبهم من التارجت جروب حقنا. أيوة، قال والله دربت 100 200 كويس، اي رقم قال ها هنعمل شنو؟ قال والله دربنا 100 كويس، ناخذ كلام دك. قال دربت 100، المؤشر يبقى كيف هنا؟ كنت مستعمل مؤشر 100 على 170. ايوه اها، ف 100 على 100 يكون درب 100 على 170، فيكون درب 60% تقريبا. ايوه قلت يكون درب 100 على 170 لحد هنا صحيح، لكن هل انتهى الموضوع؟ 100 على 170 58. ايوه عبد العزيز في شيء ناقص، انت قسمت ال 100. ايوه عبد العزيز انت في شيء ناقص، انت الان حطيت اللي هم الناس اللي انت دربتهم قسمتهم على المستهدف صح؟ ايوه. طيب بعدين شو تسوي؟ معدل الانجاز. ايوه المعدل، معناته اي كلمه لما انت تقول معدل لازم 60% اتشيفمنت. ممتاز 60%. ممتاز 60%. انت الان قلت لي الاجابه، لكن العمليه 100 تقسيم 170 ضرب 100، لازم تحط ضرب ال100 عشان تحولها الى نسبه مئويه صحيح؟ ممتاز الله يعطيك العافيه، ممتاز عزيز. اذا عشان نقيس المؤشر عندنا بسط ومغام ونضرب في 100%، فاهمين علي؟ يعني لقياس المؤشر بسهوله المستهدف نضعه في المقام
وحققناه ونضعه في البوست ونضعه في 100% بيديني نسبة الإنجاز وكده وراني المؤشر. لو درب 170 شخص هيبقى 170 على 170 اللي تعمل واحد في المية يعني 100%. تمام؟ طيب في مؤشرات أسهل، في مؤشرات أسهل. مثلا قال واحد في مكافحة العدوى قال داير أعمل 3 مستشفيات متميزة في مكافحة العدوى من مجمل 10 مستشفيات. قرر يعمل 3 مستشفيات متميزة في مكافحة العدوى من مجمل 10 مستشفيات عنده في العام 2022. نعم 2023 لقيناه ونفذ مستشفيين من الثلاثة. ده أنا أقول شنو؟ المؤشر شنو يبقى؟ ممكن أحد يشاركنا؟ أيوه تفضل مين؟ مؤشرات الأداء من حاب يشاركنا؟ أيوه تفضل مين؟ عبد العزيز لسه أنا موجود. أيوه عبد العزيز. أيوه. هي نفس تقريبا نفس النسبة. إحنا نتكلم هنا عن ثلثين، ثلثين اللي هو تقريبا 66 2 على 3 2 على 3 طيب لكن ده مرات قد لا يحتاج نسبة صح؟ يعني أنا دائما أقول المؤشر يمكن عرضه بأشياء قد لا تحتاج نسبة. يعني ذاك 170 يحتاج نسبة نقول 60%، ده 3 نفذ 2 النسبة لزوم شنو هنا؟ فاهم علي؟ يعني في بعض الأشياء احنا قاعدين نعملها وما تحتاج، ما يحتاج. يعني أنا ممكن أجيب بالكلام أكتبها جملة، كان المستهدف 3 ونفذنا 2 يعني نقص 1 خلاص عرفنا. ما يحتاج نسب، يعني ممكن نعمل المؤشر بعدة طرق، بجملة سائدة مؤشر، يعني الجملة نفسها مؤشر، تنفيذ 2 من 3 ده مؤشر كويس. برضو المؤشر يا جماعة ممكن نعمله في الداشبورد، نعمل صورة، نعمل خط متصاعد، خط نازل كويس بيوريني. يعني مثلا أنا داير أشوف تطبيق مكافحة، تطبيق معايير مكافحة العدوى، الهدف الالتزام بمعايير مكافحة العدوى قلنا من 75 إلى 80. لو الزر رسم لي إنه في بداية السنة كان 75 وجاني في آخر السنة عمل 80 معناه حقق الهدف، بس خطين بدون ما يجيب لها النسبة، بدون ما بس صورة كده من 75 وهسه في شهر 12 عملنا 80. ده برضو واضح من الصور اللي ممكن توري إنك تقدر تعرض المؤشر بأي طريقة. إذن يا جماعة دائما الإشكال ليس في المؤشر، الإشكال بيكون وين؟ في الهدف. الناس بتضعف تضع مؤشرات لأنه الهدف ذاته ما واضح، فما بتقدر تضع له مؤشر. لكن إذا وضحت الهدف بالخمسة مواصفات المؤشر بيبقى لعب، يبقى بيسو فكيت، هتقيس شنو؟ بسط مغام في 100%، أو أرسم رسمة، أو أقول جملة. فالمؤشر أصلا هو بيقيس لك، يعني هو ما شيء يعني يحتاج تفكير يعني، فهمنا عليه؟ ودائما بضرب المثل، بقول إذا عندك سيارة جديدة على الزيرو دورتها وسافرتها المؤشر هيشتغل معك، هيشتغل لأنه سيارة جديدة وما في أي كلام ولازم المؤشر. لكن لو عندك سيارة خريبة منتهية لها عدد من السنين شاف في الطريق المؤشر غادي يشتغل وغاد لا يشتغل. عشان كده ركز على الهدف أول والمؤشر سهل يمكن شنو، لأنك أنت خدت قبل ميجر وخدت قياس، فسهل جدا نضع لك شنو مؤشر مدام هدفك فيه ولا أشياء واضحة. يعني لو عبد العزيز جاي يقيس المؤشر وجلس سلمان، سلمان قبل في البداية قال لي رفع كفاءة العاملين في أقسام الطوارئ، ما حيقدر يقيس أي حاجة سلمان، وما حيقدر يعمل عبد العزيز ما حيقدر يعمل أي مؤشر. لكن لما قال له 170 مسك له رقم فبيقدر يضع المؤشر. واضح الشرح يا شباب وشابات؟ طيب أنا عندي سؤال، بندر معانا؟ بندر؟ معاكم تفضلي. دي هدف محدد والآن بأضع له الهدف هذا مؤشرات، هل أنا ملزمة بإني أضع بس مؤشر واحد أو أقدر أضع أكثر من مؤشر؟ أنت وش رأيك؟ لا بإمكان وضع أكثر من مؤشر يعني كان يساعد على شيء، يعني ما متطلب مؤشر واحد يكفي. كيف؟ أقول إذا كان وضع مؤشر
واحد يفي بالغرض خلاص اكتفي بمؤشر واحد. وهل ممكن اني اضع، هل يسمح لي اني اضع باكثر من مؤشر ولا لا؟ انت ترى انه لا مؤشر واحد وكافي وما اضع لنفسي اكثر من مؤشر؟ لا بامكانك، بامكانك تضع اكثر من مؤشر. ممتاز ممتاز، صحيح صحيح، انا بامكاني اضع اكثر من مؤشر عشان يوضح لي او يبين لي اني وصلت لهدفي او لا. من ايضا المؤشرات اللي ممكن انت تضعها في خلال خطتك مؤشرات أداء، حتى مؤشرات أداء عملك نفسها ممكن أيضا تضعها من المؤشرات بأنك أنت فعلا حققت الهدف حقك أو لا. هذه أيضا من النقاط المهمة في وضع الخطة التشغيلية، أنك أنت بعد ما تضع الأهداف، بعد ما تضع الأهداف الأساسية والأهداف الفرعية تضع مؤشرات الأداء. مؤشرات الأداء يفضل أنك أنت ما يعني تغرق فيها بكثرتها، يعني حتى الأنشطة نفسها ممكن تحط لها مؤشرات، لكن يفضل أنك ما تغرق نفسك في كثير من المؤشرات، تضع المؤشرات الأساسية والمهمة اللي أنت تبغى تقيسها على نهاية العام اللي توضح لك فعلا هل نفذت الخطة أو لا. لكن البعض يسعى دائما أن يضع حتى مؤشرات تفصيلية عشان تسهل عليه عملية متابعة الخطة، عشان أيضا أحيانا بعض الأشخاص يضعون مؤشرات تسهل عليهم عملية متابعة أداء أفراد المجموعة أو أفراد اللي هو البرنامج نفسه، هل أدوا عملهم أو لا. المؤشرات كثيرة كثيرة جدا ممكن تستخدمها عشان تساعدك في متابعة عملية تطبيق الخطة وتنفيذها بالشكل الصحيح، تساعدك في النهاية أنك تعرف وين الخطأ صار، وين القصور صار، عشان السنة القادمة تعرف تحل هذه الأوجه القصور هذه. تفضل دكتور عبد الفتاح إذا عندك أي نقاط أخرى تضيفها. أنا بس زي ما تفضلت دكتورة فايزة، دائما خلي خطتك أنيقة، خطة سهلة وبسيطة وواضحة، أفضل من الخطة 17 صفحة و50 هدف و44 مؤشر، دي بتبقى يعني تلبيكة زي ما بيقولوا. فسهل على نفسك هدف رئيسي معه هدفين فرعيات، فيها 7 أنشطة محددة، العشرة دي تكتب ما تشاء كويس، وعندك مؤشر واحد أو مؤشرين للقياس بيخلي الخطة شكلها جميل، الخطة التشغيلية. أنا لو في أي سؤال نحن جاهزين يا جماعة، لو عندكم أسئلة في المؤشر ولا في شيء ما واضح ليكم عشان نقدر نساعدكم. هل في أي سؤال على المؤشر؟ مؤشرات الأداء هل في أي سؤال عليها؟ طيب أنا عندي هنا هدف عمله عبد العزيز، conducting field visits to health facilities to ensure the progress of the support services program in all 21 MOH hospital in Gaza region in the first half of 2020. علق أنا ولا يعلقوا ناس ثانيين؟ في حد حاب يشاركني يعلق على هذا الهدف؟ أترى تساعدكم التعليق أو المناقشة على الأهداف، تساعدكم على فهمها أكثر. في حد حاب يشاركنا او نرجع لعبد العزيز بما انك انت اللي وضعت الهدف؟ شكرا، نرجع لك يا عبد العزيز. عبد العزيز اي موجود؟ ايوه اوكي ايوه هذا الهدف انا وضعته، ايوه هذا الهدف انا وضعته في بدايه الاسبوع هذا للخدمات المسانده، لانهم طلبوا منا خطه العمل فوضعنا ارسلناها. طبعا بعد اجتماع اليوم في اشياء تحتاج انها تتغير، فانا ضعت الهدف زي ما هو، ما عدلت عليه شيء، لكنه هو الان بعد الاجتماع انا اشوف انه هو اكثر من انه هدف. سؤال، هل هو نشاط؟ ايوه، هل هو نشاط ولا هدف؟ ايوه يا سلام والله ريحتني راحه شديده. طيب أيوة، هو نشاط. يعني انت ذا قلتك برضه to ensure the progress of the support services بروجرام، صح؟ أيوة. انت دار الزيارات دي النشاط بتاع الزيارات عشان تحقق البروجرس التطور بتاع البرنامج، صح؟ تمام صحيح. طيب المشكله بدت في البروجرس، البروجرس دي صعب قياسها، لكن انت قصدك هل البرنامج موجود في ال21 مستشفى ديل ولا قصدك شنو؟
ولا قصدك البرنامج متطور ولا تتاكد من شنو انت عايز تعمل الزياره دي لشنو؟ بالعربي بالعربي. هي بالنسبه لل كان في سب سب تارجت تحتها كانت تنفيذ مع منها واحده اللي هو معايير الايكا الاشياء اللي سبورت الخدمات المسانده تحت معايير الايكا. معايير الايكا يلا دائما الهدف يا جماعه كوندكتنج دائما ده معناه نشاط في كتابه الخطط. في تفاصيل انا اقول لكم للفائده يعني لقدام. اي هدف يبدا ب 2 تي كابيتال ان او تو دو تو بيرفورم تو اكسكيوت. اي نشاط بيبدا بصيغتين، اما بصيغه الاستمراريه زي ما كتب عبد العزيز كوندكتنج، او بصيغه الامر كوندكت. قالت ده المتعارف عليه في الخطط. انا صراحه بحب صيغه الامر فورم كده، اعمل كده الامر ده لي انا ما للقارئ كويس. فالخطه التشغيليه تكتب بالصيغتين. البرنامج اللي بيحتاج استمراريه طوالي زي التريننج وكوندكتنج تريننج ممكن تعمل الاي ان جي، دي عمليه ما فيها اي اشكال، يا تكتب بالاي ان جي ولا كوندكت. فمن البدايه اذا انا جيت كوندكتنج حقول نشاط لو انا بقرا اي خطه، فهمت علي؟ طيب نحن دايرين نمشي مع عبد العزيز نقول الاتي. نقول والله دايرين نشوف معدل الالتزام بالايكا. حقول الاتي تو ميجر ذا ايكا كومبلاينس ريت اوف ذا سبورت سيرفيسز بروجرام ان اول 20 اوتش هوسبيتال ان غازا ريجن. الهدف ده محدد جدا. الزول ده حيمشي يشوف الايكا كومبلاينس ريت الستاندرز المختص بالخدمات المسانده، بس ما حيشوف كل الايكا، حيشوف تو ميجر ايكا ستاندرز ريليتد تو الخدمات المسانده اللي هي السبورت سيرفيسز. وين؟ في ال 21 اسس. ده كده بيكون الهدف ده بيكون يتحدد. وزيحة الكوندكتنج فيلد فيزيت اخدها تحت واحده. اذا كان الهدف ده بيتحقق بس بالنشاط، ويستحيل طبعا يتحقق بس بالنشاط لانك انت كوندكت فيلد فيزيت اهم شيء عملت الفيلد فيزيت، قول زرته لكن ما سالته، ما عملت كويشنير، ما عملت ميجر. هيجي نشاط نمره اثنين ميجر ذا ريت صح؟ ديسكاس ذا ريت صح؟ كويس؟ فدي دائما التفكير انه الهدف اول بعد ذاك النشاط. مشكلتنا من خط النشاط اول ونبرر للنشاط بالهدف. اي خطه سهله جدا سهل جدا بحاول اقرا الزول للنهايه لانه بيبدا لي بالنشاط وخط الهدف، بس بكون بعكس عليه اقول له خط الهدف فوق نزل لي النشاط تحت. جميل؟ طيب الهدف ده ذاته ناقص حاجات برضه يا عبد العزيز. نحن هسه بنحاول نحدد شو حددنا، وزول ماشي يشوف الايكا يشوف الستاندرد بتاعت الكيتشن والحاجات اللي السبورتيف سيرفيس في كل ال 21 مستوى. ناقص حاجه نحن حددناها المفروض يكون شنو؟ الاس اتحددت، ناقص شنو يا عبد العزيز؟ بعد الاس في شنو؟ بعد السبيسيفيك بعد المحدد في شنو؟ في الميجرابل. انا عشان اقيس كده والله ممكن احسب الستاندر دي اقول والله 25 ستاندرز وانا داير اطور، او النسبه كانت 60 وعايز اعملها 80 لازم اعمل ميجر. طيب نتفق نقول والله النسبه بالالتزام بالسبورت سيرفيسز 60 وهعملها انا 80. اذا الريت الآن داير المؤشر يا جماعة بعد ما انتهى الهدف وممكن تحقيقه قلنا 60 80 في سبورت سيرفيس، لو داير اضع مؤشر للموضوع ده سهل جدا جدا عندي. هشوف كم المستشفيات ال 21 دي حققت 80. إذا لقيت والله ال 21 10 حققوا 80 هقول 10 على 21% نسبة إنجازي 50% من التحقيق. لكن الأنشطة ما بس الكوندكت، في كوندكت وفي تريننج وكذا، إذا معناها أنا هدفي كان تو ريس. عشان كده دائما أفصل الهدف من الأنشطة وفرق بيناتهم. شكرا جزيلا. طيب دكتور هل مثلا الهدف واحد يكفي أن نضع له نشاط واحد؟ لا أصلا هدف واحد نشاط واحد ما في داعي ليه أصلا. يعني زي كذا
الواحد يقول انا جعان ماشي اكل، هذا في اكل بعد كده اكلته، يعني عمليه كده ما عندها يعني القوه. لكن الهدف دائما حاجه انت دار تمشي ليها، المشي ده بيحتاج اشياء كثيره يعني. تدريب، ويركشوب، ميتينجز، بروبوزل، بلان عشان تحقق هدف عنده طموح وهدف هنا. طيب دكتور، هنا الان المؤشرات هذه هم اللي وضعوها، يعني هذه المؤشرات تم وضعها من منطقه الباحه، القنفذه، مكه، جازان، الحدود الشماليه، الاحساء، حايل. فاذا مثلا تعطيها نظره سريعه، تعطي رايك في المؤشرات هذه؟ طيب جميل. المؤشر الاول قام مراجعه البيانات المدخله ببرنامج حسن للتقصي الوبائي يوميا للمستشفيات. دي متابعه يا جماعه، دي متابعه ودي تعتبر كنشاط عادي وما بتقيس لي هدف يا جماعه، لانه زول بيجي مراجعه بس، يعني المراجعه لسه هدفها. زياره تقييم للمستشفيات وحساب، دي وسيله المؤشر، يعني انا عشان اجيب مؤشر يا اعمل حصن يا ازور المستشفى، لكن ده ما مؤشر، دي كيفيه تنفيذ المؤشر. المؤشر يا جماعه نحن قبل عرفنا الزمن عنده زمن نعمله بعد انتهاء النشاط، المؤشر عرفنا عنده اليه جمع للمعلومات زي حصن زي زياره تقييم، لكن ده ما المؤشر اللي دايرين نحن. الحد من انتشار اتش اي ده هدف، نما المؤشر، ما في رقم هنا عشان انا اقول والله حدينا ولا ما حدينا. جوده التدريب نشاط يا حبيبي، مدى الالتزام والله هدف، لكن ليش شنو؟ عدد التفشيات ده رقم ما اقدر اخلق منه مؤشر، دي لانه المشكله في الهدف ما كان موضوع بطريقه صح. فقط هنا انا بتكلم. قال حساب، مين يقول حساب؟ ده مؤشر قياس. حساب معدل الإصابة بالعدوى المسجلة في المنشآت الصحية بالنسبة، مين قال نسبة مئوية؟ ده بيشبه المؤشر، لأنه اتفقنا المؤشر عنده بسط ومقام. وقال عدد الإصابات المسجلة في المنشآت الصحية ده بسط، وقال إجمالي عدد الإصابات ده مقام. إذن المحلة دي فيها شبه لمؤشر، دين الناس اللي بيعرفوا المؤشر، بس ما موضوع صح، ما موضوع صح، لأنه لو توضح صح يقول الله عدد الإصابات المسجلة في المنشآت الصحية على اجمالي عدد الاصابات في 100% وانتهى الموضوع. حط لي البسط والمغاب 100% هو كاتبه، لكن كاتبه بطريقه كده غير احترافيه. طول بس لو كتب عدد الاصابات المسجله، بعدين انا اكون عارف الاصابات دي شنو؟ اصابات رود ترافيك اكسيدنتس، حوادث طرق، اصابات كلابسي، فلازم لانه الهدف هناك حدده. الهدف هناك حدده، تكتب لي الهدف من حيث حدده. اجمالي عدد الاصابات، برضه الهدف المفروض يكون حدده. من 500 اصابه ده رسل 40 مثلا، اذا لازم يتكتب كده في 100% ده بيعتبر مؤشر. بشكل ربع سنوي نصف سنوي ده زمن المؤشر. عدد البلاغات المستلمه من المنشآت دي طريقه جمع المؤشر. عدد الفرص المتاحه طريقه جمع المؤشر. نسب الالتزام بمعايير مكافحه العدوى كم؟ يعني لازم يكون بسط ومغام، نسب الذين التزموا على نسب الجميع في 100%. أما من خلال برنامج التقييم الشامل، دي طريقة وضع المؤشر، إنه نعمل تول اسمها تقييم شامل، ولا نعمل إشراف، ولا نعمل سيستم. ده توضيح للمؤشر، المؤشر بسط مغام في 100%، المؤشر ممكن يكون بشكل جراف، المؤشر ممكن يكون بشكل جملة، المؤشر لا يوجد في الحياة إذا لم يكن هنالك هدف مكتمل. انسى. عشان كده انا دائما كان زمان بيجون يقول لي اضع مؤشرات للخطه، مين يلقى الهدف ناقص قياس وكذا، بطول ولا بضيع زمني معهم زاد لحد ما يكتبوا الاهداف بالطريقه السمارت عشان اقدر اضع عليها مؤشر. شكرا جزيلا يا جماعه. الله يعطيك العافيه دكتور. طيب الباحه، بندر، قنفذه، تسنيم، مكه، دكتور سلمان، جازان، عبد العزيز، الحدود، ريم، الاحساء، علياء، حايل، هديه، في احد عنده اي سؤال في الخطه التشغيليه او مؤشرات الاداء قبل ما ننهي اللقاء؟ عندي دكتوره سؤال اذا بس تسمحوا لي. اي تفضلي. هل يوجد هدف من غير مؤشرات؟ يعني هل ممكن اني انا احط هدف من غير مؤشرات؟ من غير ما اسوي له مؤشرات؟ او هل في مؤشرات من غير هدف؟ يعني انه في انا كذا سمعت انهم اثنين لازم مع بعض، ولا انا غلطانه كذا؟ يا سالت سؤال جيد. اي هدف اساسي رئيسي لابد يكون عنده مؤشر، كويس؟ اي هدف اساسي رئيسي لازم يكون عنده مؤشر. اي هدف فرعي عندك الخيار تضع له مؤشر ولا لا، لكن اذا كان الهدف الفرعي
شديد الصلة، نحن كنا كلنا بنكون مرتبطين بالهدف الأساسي. إذا كان شديد الصلة نضع له مؤشر، إذا بعيد الصلة ما في داعي نضع له مؤشر. يعني مثلا عندي هدف أساسي التدريب، التدريب ده بحق هدف فرعي فيه تدريب، التدريب ده بحقق لي الهدف الأساسي كويس بنسبة 80%. إذا معنى الهدف الفرعي ده اللي بحقق 80% برضو أضع له مؤشر عشان أضمن المؤشر. عندي هدف تاني عبي اتباع، يعني مثلا تنفيذ، مش تنفيذ دي كلها أنشطة، هدف تاني موجود مثلا التواصل مع أصحاب القرار العشرة كويس بخصوص ده، والله بحقق 3%، ده ما في داعي أنا أضع له مؤشر. انت علي؟ طيب الأنشطة بتضع لها مؤشرات، نفس الفكرة. في أنشطة بنسميها الكريتيكال سكسس فاكتر، يعني مثلا لو ما عملته ما حتحقق الهدف، ده بضع له مؤشر. نشاط بيساعد وكده ما في داعي أنا أضع له شنو مؤشر. إذا الخلاصة الهدف الأساسي لا بد من مؤشر، الهدف الفرعي على حسب وزن المؤشر، الأنشطة على حسب وزن الأنشطة. شكرا. طيب في أي سؤال ثاني قبل ما نختم؟ ماشي. إذن أولاً أشكركم جميعاً الحضور، أشكر منطقة الباحة، القنفذة، مكة، جازان، الحدود الشمالية، الأحساء، حايل على مشاركتكم القيمة اليوم. أرجو إن شاء الله أن نكون وضحنا لكم إيش هي المقصود بالأهداف وإيش هي المقصود بمؤشرات الأداء. هذه تعتبر آخر نقطة إن شاء الله لنا في هذا الموضوع، واحتمال أن مستقبلاً خلال هذا العام أن نعيد بعض النقاط الأساسية أو نعطي شيء أدفانست على هذا الموضوع. لكن لا يمنع إذا أنتم عندكم أي أسئلة أو عندكم أي شيء تبغون تشاركونا معنا، خطوط الاتصال المفتوحة، في أي وقت تواصلوا معنا اسألونا، تبغون نساعدكم في الخطط التشغيلية حقتكم ممكن نشتغل معاكم عليها. وأشكر جميعا، أشكر زملائي الدكتور عبد الفتاح وهنوف على ترتيبهم وفيصل على ترتيبهم، وأشكركم أنتم على حضوركم وعلى مشاركاتكم. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. يعطيكم العافية، شكراً.